كروس بايت. شو الكروس بايت؟ في عنده محلين، وين بيكون المحلين هون الكروس بايت؟ انتيرير وبوستيرير. الانتيرير كروس بايت شو بيكون عندي؟ لا اوبن بايت، كروس بايت شو بيكون في عندي؟ ريفرس اوفر جت. وبوستيرير شو بيكون في عندي؟ الابر مولرز والبريمولر شو بيكونوا عاملين؟ جايين لينجوال للمندبلر. رجع نذكر بالصور هون اكيد، يعني مش شغلات لو شو ما اشتغلت لازم تعرفهم. يعني هذا هول اذا بتعرف شو كروس بايت، شيء بيمس كيانك كحكيم اسنان. يعني تشوف مريض لو شو ما اشتغلت مش عارف اذا عنده كروس بايت، بقلية تشخيص. هذا شو كنا نسميه هذا اللي هون؟ ريفرس اوفر جت. هلا تذكروا كنا نسميه اوقات سنجل وسيجمنتال. هلا هون في عندك اثنين، يعني هون كمان يعتبر سيجمنتال، عندك اثنين. لو كان عندك هذا اللي هون واحد، هذا سنجل بنسميه سنجل كروس بايت. هذا هون اكيد كروس بايت سيجمنتال. يعني هذا اللي هون اكيد عم بيقول لك هون هذا شو؟ سكيلتل. كيف عرفت انه سكيلتل؟ لا من هون الصوره. كيف شو في شيء هيك بيعمل لي انديكيشن انه هيدي اكيد؟ لا طلعوا على اللور انسايزرز شو عاملين؟ اللور انسايزرز رح كبر الصوره شو عاملين اللور انسايزرز؟ ريتروكلاين. الله ينور عليك. ليش عاملين ريتروكلينيشن؟ كومبنسيشن، عم يعملوا كومبنسيشن. اوكي فهيدي بنقدر نعرفها انه كلاس 3، كلاس 3 سكيلتون. هذا اكيد هون الانتيريور كروس بايت. هلا تذكروا الفانكشن كروس بايت شو هو؟ الفانكشن اذا في عندك اوكلوزن انترفيرنس. نرجع جاي بالفيديوز هو حكيناه هذيك اول سنه، اول هذيك السنه حكيناهم، نرجع نتذكرهم هلا. هذا فانكشن بتذكروا قلنا اذا كان في عندنا اوكلوزن انترفيرنس الماندبل ممكن يروح بطريقين. شو هن هالطريقين؟ ايوه خلينا بصله واقدر اشوفكم ورا. في طريقين بيروحوا للماندبل اذا في عندي اوكلوزن انترفيرنس. شو هو؟ او لاترال. الله ينور عليك. يا بيروح فورورد او بيروح لاترال. رح نحكي هلا ليش. هذا اسمه فانكشنال كروس بايت. يعني ليه اسمه فانكشنال؟ لانه بصير انت يورين فانكشن. يا عمي والله طلعوا فيه وعيفوا الامتحان، والله العظيم طلعوا فيه وعيفوا الامتحان. هذا صار لكم اسبوع عم تدرسوا فيه. هذا هون عندي الميد لاينز على الميد لاين. لما بصير في عندي فانكشنال كروس بايت شو بصير عندي ديورينج اكلوجن؟ ميد لاين شيفت. هذه بسموها سي ار سي او. شو شيفت؟ سامعين فيها؟ سنتريك ريليشن، سنتريك اوكلوجن شيفت. يعني قبل ما يعض على السنان بيكون الميد لاين على الميد لاين. لما بصير اول في توث كونتاكت ببلش يعمل الماندبل ديفيشن، بسموها سي ار سي او شيفت. هذا اسمه الشيفت. شايفينه هلا؟ هذا بالسي او بالسنتريك اوكلوجن. البيشنت وين الميد لاين تاعه؟ عم يعمل ديفيتد. قبل شوي وين كان؟ بالميدل. هذا هيك بتعتبره الهابيتشوال اوكلوجن. بس هن اصطلاحا تاريخيا بسموها سي ار سي او، بس هي انه بدك دقق بالمعنى تاعها في 1000 كونسيدريشن عليه. بس تاريخيا تعرف سي ار سنتريك ريليشن، سي او شيفت. عم ينقل عم ينتقل الماندبل الميد لاين من محل لمحل. اكيد عم بحكي على الماندبل ميد لاين. عم بيروح لهون عم يعمل شيفتنج. هيدا شو عمل هون لما عمل هالشيفت؟ بعيد شوي. شوف شوي هون، هيدي بعده مش حامل كونتاكت، عمل شيفت. هون شو صار عندي هون؟ يونيلاترال كروس بايت. على المايل الثانية اتس نورمال. اوكي؟ على أول توث كونتاكت عم يعمل الماندبل شيفتنج. هيدي شو كنا نسميها هذيك السنة هيدي اللي هون؟ كسب شو؟ كسب فوسا ريليشن شيب. اوكي؟ البلاتال كسب وين قاعد؟ بالفوسا تاعت اللور. اوكي طيب هلا هيدا اللي هون شو شايفينه؟ هيدا اللي هون هيدا البكال كاسب. وين قاعد هيدا البكال كاسب؟ مظبوط شي هيدا؟ لا. طيب هلا تعالوا شوي. هلا سو سوري هو هيدا اخذ هيدا ليكو شو اخذه بدنا نكون مدققين. هيدا البكال تاعه وهيدا البلاتل. هلا ديورينج فانكشن شو عم بيصير؟ كاسب تو كاسب كونتاكت. الكاسب تو كاسب كونتاكت يرتاح فيها المريض. شو بده يعمل حتى يرتاح؟
شفت بده ياخذ كاست مفصل في اب نورمال كاست مفصل كونتاكت في نورمال اللي كنا عم نشوفها قبل شوي شو هي النورمال هلا هيدا الشفت شو صار بهالشفت اللي هون هيدا البك الكاست وهيدا هون البك وين صاروا قاعدين صار في عندي هون شو عندي اب نورمال كاست مفصل ريليشن شيب اوكي بيضطر عشان ياخذ الريليشن شيب يرتاح بالغلطة اللي عنده بيضطر يعمل شيفتنج اوكي هيدا كنا نسميه الشيفتنج اوف ذا ماندر هلا هيدا الجهاز رح نحكي عنه اليوم هذا بسموه الهاس اكسباندر الهاس اكسباندر شو بيفرق عن الهايركس شايفين هون في عش في عندنا هون شو عندنا هون اكريليك هذا بسموه الهاس اكسباندر نحكي عنه شوي اذا كفينا الوقت بسموه الهاس اكسباندر هذا اكيد بيعمل سكيلتال اكسبانشن هذا هلا هيدا ليش عم يعمل هون لأن في عندي نوعا ما المكزلة كونستركتد المكزلة نوعا ما صغيرة يعني شوف شوي هون لحتى يكون في عندي كاست تو كاست كونتاكت معناتها المكزلة شو بها صغيرة بحاجة افتح اوكي بحاجة انا افتح لحتى عيداك عم بيستعمل هالجهاز بسميه الهاس يفتح بصير المكسلة أوسع البيشنت ببطل البيشنت يضطر يعمل ديفيشن شبيك بيصير بيسكر وبيفتح عادي كاست تو فوسا ريليشن شيب نورمال اوكي هيدا اول واحد هذا اللي حكينا عنه قلنا اذا بيروح يونيلاترال هلا اوقات بيروح بشكل ثاني اوقات بيروح الباث الثاني كيف بيصير عندنا سودو كلاس 3 تذكروا سودو كلاس 3 كلاس 3 سودو يعني فيك منه شيء اصلا هذا كمان نتيجه اوكلوزر انترفيرنس بيكون في عندي اوكلوزر انترفيرنس ورا كونتاكت بيضطر البيشنت عشان بنقول له البيشنت يرجع لورا انا بقول شوي بقول له للبيشنت تهولد هيد ماندبل باك هلا هي عم لك شو هيدي اسبابها شو اسبابها مين بيكون في عندك الأبر إنسايزرز عاملين ريتروكلينيشن اوكي لما بتقربهم لقدام نوعا ما بيوطي في عندك سودو كلاس 3 صح رح افرجيك شو القصد هو فيها بيجي عم يعطل البيشنت في عندي هون بطبيعة الحال مثل ما قلنا سودو كلاس 3 انا هلا هون بهيدي الحركه بالبيشنت كيف قله يرجع المندبل لورا تياه كيف في حركه مشهوره كثير شو بقول له؟ حط لسانك وين؟ ورا 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 بسقف حلقك. المندبل بيرجع، اوكي؟ قول له حط لسانك ورا حيرجع المندبل معه، اوكي؟ بتقول له البيشنت حط لسانه ورا، هي عم تتأكد اذا سودو ولا مش سودو يعني. حتلاقيه شو في عندك قدام؟ اتش تو اتش. الأبر انسايزرز شو بهم؟ ريترو كلاين، قربهم لقدام مش الحال بطل في عندي سودو كلاس 3 هيدا هو بيضطر لك شوفوا شوي هيدا البوزيشن اللي هون ابدا منه مريح يضطر البيشنت يعمل حتى يرتاح يقرب لقدام يعمل فورورد شيفت انسايز الاتش كثير مزعج يعني بتحاول ليش تتخلص منه بيقرب لقدام يعني بصير في عندي كانه كلاس 3 يعني اذا انا جيت الانسايزر قربته عملت له بروكلاينيشن هلا اكيد رح يمشي الحال هيدي اكيد ما سكيلتل بس سؤال هيدي اذا كفى البيشنت بهالطريقه الفانكشنال شو لشو ممكن تتحول سكيلتل اذا هيدا البيشنت مثلا خليته هيك سنتين ثلاثه بهالبوزيشن الماكسيلا صارت محجوزه مع مين؟ مع الماندبل بيجي المكسلة بده يكبر مين يقف بوجهه الماندبل فبتصير فانكشن تتحول لشو سكيلتل عيداك بيقول لك بالامتحانات انتيريور كروس بايت لما بتشوفها شو بتعمل كوركت بيقول لك هذا ما بس اذا مش السؤال هيك شيء بالوزاره قريب منه والله ما بعرف الدوره الاولى بتصور هيك بيقول لك انه من الاحتمالات بتطلع يمكن انتيريور كروس بايت او شيء فالانتيريور كروس بايت مضطر تصلحها اول ما بتشوفها ليش؟ عم تتحول لشو؟ لسكيلتل
الابلكيشنز الصغار بالعمر بتقربه. فيك ترجع اكيد شوي اللور انسايزرز، بس لما بتظبط الابر انسايزرز التورك تاعهم رح يبطل في عندك هالشفت. اوكي بترجع الدنيا ورديه واتفر. طيب ما في شيء وردي يعني. هلا هون عم فرجيك شو عم يفرجيك بالصوره هون؟ شو عامل البيشنت هون؟ انتيريور شفت عندي سودو كلاس 3 على البارت دي. شو عامل هون بهالصورتين؟ شوفوا بوستيريورلي، شو عندي بوستيريورلي هون؟ كروس باي هون الميل الثاني ما عندي. اوكي فهون عامل الصوره الثانيه لاترال ديسبيسمنت، هون شو عامل؟ انتيريور ديسبيسمنت. برجع بعيد الفانكشنال كروس باي شغلتين عنده، هي ممكن يعمل انتيريور ديسبيسمنت او ممكن يعمل شو؟ اللاترال ديسبيسمنت. بالانتيريور ديسبيسمنت بيكون عم يتخلص من شو؟ من الانسايزر اتش تو اتش كونتاكت. باللاترال ديسبيسمنت بده يتخلص من شو؟ من الكاست تو كاست كونتاكت. اوكي بيعمل هالشفت يعني. بقول لك كروس باك ديسكريبنسي ذا باك كولينج ريليشن شيب، انتبهوا مش ميزيو ديستال ولا انسايزو سيرفيكال، باك كولينجوال عم نحكي ماشي، او ليبيو لينجوال. هون هيدا ليبيو لينجوال انتيريورلي بوستيريور. شو بنحكي؟ باك كولينجوال. تذكروا شو هي سيزرز بايت؟ سيزرز بايت يعني بيكونوا المكسيري كثير ترانسفيرسلي رايحه لبرا. طلع نحكي عنها كمان يعني واحد منهم، يا المكزيلا كبير او الماندبل كثير صغير. بقول لك كروس باك ديسكريبنسي ان ذا باك كولينجوال ريليشن شيب اوف ذا ابر اند لور تيث. اكيد ريليشن شيب يعني في سؤال بينسال، في عندك ابر ماكزيري مولش شفته لحاله وما شفت اللور مولرز، فيك تقول اذا عندك كروس بايت ولا ما عندك كروس بايت؟ شفت بس واحد عطيك ماكزيري كاست، فيك تعرف اذا بيشت هيدا عنده كروس بايت ولا لا؟ ما فيك تعرف. ليش؟ لان هي علاقه بين الابر واللور تيث. اذا انت عندك بس الابر تيث كيف بدك تعرف اذا في عندك كروس باي؟ هلا في انديكيشنز ثانيه لتعرف ايه، اذا عنده مثلا في شيبت ارش ساعتها ايه بتقدر انه هذا البيشنت عنده والله كروس باي. بس اجمالا اذا اعطاك كاست ما عندك في شيبت ارش مش رح تعرف اذا في بيشنت عنده كروس باي ولا لا، هي علاقه بين شو؟ ابر ولور. اذا واحد اعطاك بس ماكسيري كاست فيك تعرف اذا عندك كلاس 2 كلاس 1 كلاس 3؟ ما فيك تعرف. اعطيك ابر كاست فيك تعرف اذا عنده البيشنت اوبن بايت ديب بايت؟ ما فيك تعرف. هو الريليشن شيب بدهم شو؟ كاست فوق وكاست تحت. الريليشن شيب شو يعني؟ علاقه. ما في واحد يعمل علاقه مع حاله هذا. It doesn't exist. بدك تعمل علاقه بين الابر واللور يعني. اوكي؟ فيك تعرفها من ايه؟ هلا بديش فوت ادفانسد، في شكل في الانتر مودر في عنده ويث معين يعني. فيك تعمله ميجرمنت حتى لو ما عندك اللور، بس هذا عم تعمل تقدير يعني. عرفت؟ يعني ما فيك تعرف قد ايه حجم الكروس باي 2 ملي 3 ملي 4 ملي. هلا في ماندبل اذا عنده في شيب 99% حيكون قاعد كروس باي. شكل الماندبل في شيب، المكزيلا في شيب، سوري المكزيلا شكله في شيب. اكيد رح تتوقع انه هيدا شفت هاي ارش بالت، هو اللي جماعه الماوث بريدرز عندهم هاي ارش بالت ومبين التورك بتاع السنين راجع لورا، تقدر تتنبا، بس ما فيكش تعرف قديش 2 ملي 3 ملي يعني. هلا هذا حكي ادفانسد مش رح تفوت فيه كثير، بس انت بالنسبه لك ريليشن شيب بدك تشوف الماكسيلا والماندبل حتى تعرف اذا في كروس بايت، سيزرز بايت، ديب بايت، اوبن بايت، او اكيد كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 يعني. ما حدا يجيب لك مثلا سؤال كلينيكال، بحب اوقات يسالوا هالسؤال، اعطيك ابر كاست فيك تعرف كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3؟ ما فيك تعرف. فيك تعرف عندك كروس بايت، اوبن بايت؟ ما فيك تعرف. بدك تو كاستس، تو ارشز. طيب. بقول لك اندر ذا نورمال سيركمستانسز، تحت الظروف الطبيعيه، ذا ماكزيري ارش شو بيعمل اوفرلابس؟ بيغطي. ذا ماندبلر ارش. بوث ليبيالي اند بكلي. حتى فرجوا هون شوية صور، بتصور هون هذيك السنة يعني. رجع شوي نتذكرهم. شوف هون المكزيلا شو عامل مع الماندبل؟ كفرينج ات.
posteriorly وanteriorly. اوكي posterior المكسلة بالترانسفرس بالعرض اوسع من المانديبل وanteriorly قدامه. اوكي راح اشوف ال... هون عم نطلع عليها من دون الانسايزرز، هيدي الانسايزرز لحالها، هيدي عم نطلع عليها من دون الانسايزرز. المفروض يكونوا اكيد الابر تيث قدام اللور تيث، كمان اكيد الابر تيث قدامهم. حديت للبريمولر ولهون وللمولر اكيد كله ذات الشيء. هيدا هون اذا كان المندبل كبير شو بصير في عندنا؟ سكالتال كروس بايت، مظبوط؟ اذا المندبل كثير كبير بنسميها كنا سكالتال كروس بايت. هيدا عم نحكي هون على الفانكشنال، كنا البايلاترال والنيلاترال. هون اكيد في عندي سنجل، هون سيجمنتال كروس بايت. هيدي لنا هون كروس بايت due to an abnormal sagittal relationship، هيدا due to an abnormal procline. يعني هيدا دنتال وهيدا سكالتال. اوكي هيدا كروس بايت هون، هيدا هون displacement during closure. هون شو عامل على هالميلة؟ كروس بايت. هون ما عندي، اوكي هون ما في كروس بايت، على الميلة الثانية في عمل displacement during closure. هون كان هو هيك بتشوفون تقريبا على بعضهم، هون لما عمل shifting راح على الميلة الثانية. هيدا بطبيعة الحال complete mandibular buccal cross bite، مش هتقول هيدي بس ما صرح شو يسألوكم عنه. هذا اكيد بيكون الماندبل نوعا ما بيكون كبير يعني، اوكي؟ كروس بايت، هيدي كومبليت ماندبلر بكر كروس بايت. اول اوفر بحوطها من كل الجهات، هيدا اكيد شيء غلط يعني. المضبوط المكزلة يكون يحيط. وهذا هون عم بحيط من كل الجهات في الماندبل، هيدا اكيد قلنا شيء غلط، وهيدي الصورة الفردانية. وهيدي صورة هون اللور كينان قدام الابر كينان، شايفينه؟ اللور كينان اتس ان فرونت. وهيدي كسب بخصها، بس هيدي نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. ليش؟ لان البط الكسب وين قاعد؟ بالفصه. المفروض بالنورمال البارات يقعد بالفصه، اوكي؟ فهيدي كسب بخصها اب نورمال. في عندي كسب بخصها نورمال، في عندي كسب بخصها اب نورمال، اكيد الكسب وكسب كله اب نورمال. هذا كمان سكند بريمولر، هيدا الفيرست مولر، هذا السكند مولر. هذا هون شو اسمه؟ سيزر سبايت او برودي سندروم، ذات الشيء كومبليت ماكسيلري باكلي كروس بايت اللي هي. فهيدا هون سيزر سبايت، شايفين المكسلة قديش بعيدة عن الماندبل. هذا كمان كثير بعيد بيكون. هلا اجمالا سيزر سبايت قلنا باحد الديفينيشنز شو بيقول لك؟ بيكون الباراتال كاسب بتاع الابر عامل كونتاكت مع مين؟ مع البك الكسب تاع اللور. يعني هذا الباراتال كاسب اللي هون، هذا اللي جوا مش مبين هون، الباراتال كاسب تاع الابر عامل كونتاكت مع البك الكسب، هذا بقول لك اياه كان نسميه سيزر سبايت. انا رح اشوفه هون. هذا اكيد هون الخناني بعيد كثير عنه للابر كينان، كثير بعيد عن اللور كينان، عندي سيزر سبايت. شايفين هون الكونتاكت وين؟ الكونتاكت مع الباراتال كاسب مع مين عامل كونتاكت؟ مع هيدا، اوكي؟ هلا هيدا بسموه البكل انكلاين، هذا بسموه لينجوال انكلاين. في منهم بيقولوا لك بيعمل كونتاكت مع البكل انكلاين، في منهم بيقول لك بيعمل كونتاكت مع اللينجوال انكلاين. يعني اذا بتتذكروا هول لحظه شوي بدي احكيك عنهم، يمكن ما بدي بالمحاضره مش ذاكر. شوف هون شوي، هيدا الكاسب كله، شوفين هيدا كل الكاسب، اوكي؟ هيدا شو بسموه؟ لينجوال انكلاين. هذا شو بسموه؟ البكل انكلاين اوف ذا بكل. هيدا البكل كاسب كله، هيدا البكل كاسب، شايفينه؟ هيدا بسموه اللينجوال انكلاين، هذا شو بسموه؟ البكل انكلاين. هيدا الكسب الصغير شو بسموه هذا اللي هون؟ البكل انكلاين اوف ذا لينجوال كسب، وهيدا شو بسموه؟ لينجوال انكلاين اوف ذا لينجوال كسب. هول يريدون المحل يعرفون يعني. هيدا البكل انكلاين اوف ذا بكل كسب، هيدا اللينجوال انكلاين، هيدا هون البكل انكلاين اوف ذا شو؟ اوف ذا لينجوال كسب، وهيدا اللينجوال انكلاين تاعه. الانكلاين يعني المنحنى. شايفين هذا المنحنى اللي هون؟ هيدا لان حتى تفهمها انت بالمنطق، هيدا مش هيدا الكسب هون، هيدا اي اقرب للبكل، هيدا ولا هيدا؟ هيدا اللي هون، فهيدا البكل انكلاين، هيدا شو بيكون؟ لينجوال انكلاين. طيب هيدا الصغير اللينجوال كسب اللي هون، هيدا الصغير اللي هون، اي اقرب للبكل، هيدا ولا هيدا؟ هيدا اللي هون، هيدا اقرب للبكل، البكل هون،
فهذا بيكون البكة الانكلاين، هذا شو بيكون؟ لينجوا الانكلاين. يعني ما تحفظها فهمها. هون الكاست كمان كاست بكاست كونتاكت اوقات بيقول لك وات ايفر يعني. هذا سيزرز بايت. وهذا هون هون حاطط ثلاث صور. حاطة بس اطلع لان مش باينه على الفيديو. شوف شوي هون هيدي طبيعه الحال نورمال. هيدي شو بها كروس بايت وهيدي شو سيزرز بايت نورمال بكل. وهيدا هون طبيعه الحال سيزرز بايت. هيدا طبيعه الحال هون كمان عم بترجع على الكيناين نورمال بكل كروس بايت هون. وهيدي طبيعه الحال سيزرز بايت. رح فرجيها كمان لانه مش مقطوع على الشاشه. هيدي كمان هون زدت شيء على البريمولر. هيدا هون البكر كروس بايت. هون النورمال. هون السيزرز بايت. هون شو عند الكاست بفصة اب نورمال. هنا نورمال. هون كاست وكاست كله غلط. كاست وكاست غلط. اكيد على المولر زدت شيء يعني. زدت شيء على السكند بريمولر. زدت شيء على السكند مولر. هيدا اللي هون اب نورمال كاست وفصة. هون كاست وفصة نورمال. هون اب نورمال كاست وفصة. الكاست وكاست مش حاجة يقول اب نورمال. هو اب نورمال يعني. وهيدا هون اللي اكيد على السكند مونر. طيب شوف اذا في صور عنا نريح حالنا. هيدا هون هذا كنت عم بحكي عنه في شيء دار. شايفينه؟ شكله مثل في لحتى نرسمه. ترسم هيك خط من هون لهون وخط تقريبا من هون لهون. تحسه مثل الفي الماكسيلا في شيب ار. هيدا هون شو عامل اكسبانجن. لما عملت اكسبانجن شو صار عندك؟ شيء مثل اليو. شايفين صار اكبر. صار شيء مثل اليو. هيدا هون وسعنا الارش. اوكي هيدا اكيد استخدم هون. شو استخدم هون؟ شو اسمه هيدا؟ حندرسه اليوم. حدا بيعرف شو اسمه؟ الهايركس. هايركس هيدا ماكسيلا اكسبانجن. شو حاطط هون هذا؟ شو حاطط هون؟ ليش حط هالجهاز هذا؟ هالترانسبارتل ليش؟ ريتنشن وسع شال الجهاز. شال الجهاز شو بده يعمل بده؟ ريتنشن. بعدين خلص لما بعد فترة من الزمن شو عامل؟ رجع شاله وحط كفى بالريسز عادي. هذا حيحكي عنه كمان يوم بالمحاضرة. هذا كمان هون الريتنشن. هذا هون سكيلتر كروس بايت. سكيلتر كروس بايت اكيد شغل ماكسيلا وماندبل الفانكشن اللي حكينا عنه. طيب نرجع شوي بس هون كمان. طيب قلنا كروس بايت ديسكريبنسي بين الباكولينج والابر واللور. اندر نورمال سيركمستانس بالظروف الطبيعيه لماكسيري ارش اوفر لابس تمندبل الارش بوث لابيري اند باكري. وتوان تمندبل تيث single tooth or a segment of teeth overlap the maxillary teeth lately or buccally across by السد. يعني لما الماندبل بيعمل اوفرلاب للماكسيلا بصير في عندي كروس بايت. سواء كان هذا الكروس بايت شو anterior او posterior. هلا الكلاسيفيكيشن دنتال وسكيلتال وفانكشن حكيت عنهم. يعني دنتال له علاقه بس بالسنين بالبروبليشن اوف ذا تيث. سنين شوي مغير البروبليشن تاعها. دنتال كروس بايت. سكيلتال عندي هيكليا بالعظم الماكسيلا كبير الماندبل صغير الخ او بالقلب. يعني الفانكشن كروس بايت بطبيعه الحال نتيجه الاوكلوزال انترفيرنس. يا بيروح البيشنت اذا كان عندي كاست تو كاست كونتاكت بيروح على اليونيلاترال ديسبيسمنت. او اذا في عندي انسايزر ادج تو ادج كونتاكت بيروح انتيريور بيعمل سودو كلافري. بيست اون لوكيشن سنجل توث او سيجمنتر بسموه انستاندينج. انستاندينج يعني لحاله. هذا التوث اللي هون هذا بسموه انستاندينج. يعني مش هيدا بالاحرى هيدا الانستاندينج الابر سنتر مش اللور سنتر. الابر سنتر الانستاندينج هو اللي قاعد ورا. انستاندينج اوت ستاندينج برا انستاندينج جوا. اوت ستاندينج كمان بيجي معنا شيء مذهل بس انستاندينج شيء قاعد جوانا. سيجمنتال اكيد بكون في عندي قطع من السنان. هم صار قطعتين هون اربعه. هذا بسميه سيجمنتال كروس بايت. هذا اكيد اسمه سنجل توث. سن واحد قاعد كروس بايت عندي فبسميه سنجل توث كروس بايت.
يونيلاترال وبايلاترال. بايلاترال عندي على الميلتين، كروس بايت على الميلتين. اذا في عندنا صور هون، هيدا مثلا هون في عندي يونيلاترال كروس بايت، هيدا مثلا بايلاترال. هيدا شو عنده هون؟ سيزرز باي. اوكي طيب، هيدا كمان يونيلاترال سيزر باي. اوكي على جانب واحد. الاكستند اوف ذا كروس بايت بكر او لينجوال. اللينجوال كروس بايت هي سيزر بايت، البكر كروس بايت هي كروس بايت. لما يعني البكر كروس بايت قصده الماكزيلا قاعد هو بالمندبل، كونفايند بالمندبل. باللينجوال كروس بايت الماكزيلا كثير كبير، يعني اول اول مندبل كثير صغير. بقول لك الدنتال كروس بايت، كروس بايت از كونفايند تو ذا دنتيشن بس از ريفير تو دنتال كروس بايت. في عندي سنه عنده انكلينيشن تاعه غلط، هون مرقت صوره من شوي. مثل هذا اللي هون مثلا بيجيك سن واحد عنده رونج انكلينيشن بيعمل لك انتيريور كروس بايت. اذا بنطلع هون الريليشن شيب هيدي كلاب 3، هذا اللي هون هذا كلاب 3 ريليشن شيب. اوكي اطلع على الكينين، وين الكينين المفروض يكون هون؟ وين الكينين؟ كثير ورا. هذا عندي كلاب 3، هذا هون الكينين وين قاعد؟ بين 3 وال 4. معناتها شو عندي؟ كلاس 1. بس هذا وين قاعد اخونا؟ قدام. ليش؟ قد ايه فرق بالانكارنيشن عن هذا؟ كثير. اذا بقرب الانكارنيشن لهيدا اللي هون حتى ارسم خط. هذا رايح هيك، اوكي؟ هذا كيف رايح السن؟ هذا تقريبا جالس، اوكي؟ فهيدا الفرق الانكلينيشن عن هيدا مخلي لي اياه يعمل كروس بايت. بظبط الانكلينيشن لهالسن بيمشي الحال، يعني بترجع بيشن طبيعي. فهيدا اكيد حيكون دنتال. سكالتر كروس بايت اكيد بترفرف كروس بايت which is due to the malposition or malformation of the jaws. بسبب مشاكل بالجوز، بقول لك ماكسيري ريتروكنتيزم يعني كلاس 2 مانديلي ريتروكنتيزم or combination يعني اثنين سوا of both can result in سكالتر كروس بايت. اي جي سكالتر كلاس 3 مال اوكلوجنز، يعني اذا في عندي الماكسيري راجع على ورا والمندبل كبير بروكنتيزم ممكن اكيد يعمل لي سكالتر كلاس 3. الفانكشن كروس بايت are usually caused due to the presence of occlusal interference. مثل ما حكينا في عندنا occlusal interference leading to the space of the mandible. شو؟ anteriorly or laterally. anteriorly بسبب ال edge to edge relationship، laterally بسبب الكسب الكسب كسب contact. ليش بقول لك ليش؟ حتى ياخذ maximum intercuspation، حتى الاثنين يعدوا على بعضهم. بقول لك example وانت ليس an edge to edge incisor relationship. في عندي edge to edge incisor relationship incentric relation قبل البيشنت ما يعدى على اسنانه. The patient tends to habitually move the mandible forward. بيخلي المندبل بشكل اعتيادي بيخلي المندبل يقرب تاعه فورورد. ليش؟ عشان يعمل شو؟ ماكسيموم انتركاسبيشن. This may lead to شو؟ سودو كلاب 3. لكن if a patient moves mandible laterally بروح على الجانب to achieve maximum intercuspation due to the presence of occlusion، بقول لك شو بيصير هون؟ يونيلاترال بوستيريال كروس بايت. الانتيريال كروس بايت اكيد المانديبلر انتيريال ديف اوفر اب ماكسيلي انتيريوس، بصير في عندي ريفرس اوفر جاب. The condition is often due to شو؟ lingual position of the maxillary anterior teeth. يعني maxillary anterior teeth غالبا بيكونوا رايحين palatally. بقول لك it may be single على سن واحد or segmental على كذا سن depending on the number of teeth involved. يعني اذا سن واحد single، اذا اكثر من سن عندك اياه anteriorly بيكون في عندك segmental. بقول لك it may or may not be associated with the forward space of the mandible. يعني ممكن بعض الاحيان يكون في عندي function cross bite هو اللي سبب anterior cross bite، وبعض الاحيان لا، ممكن يكون سكلتل او ممكن يكون دنتل. البوستيريور كروس بايت بقول لك كونديشن وير ذير از انورمال ترانسفيرس ريليشن شيب، في علاقه بالعرض خاطئه بين الابر اند لور بوستيريور تيث، بين الابر واللور بوستيريور تيث. بقول لك ما بي سنجل توث سيجمنتال سن واحد سيجمنتال قطعه يونيلاترال او بايلاترال على ميله واحده او ميلتين بكر او لينجوال. اذا كان بكر كروس بايت الكروس بايت العادي اللينجوال كروس بايت شو هو؟ سيسرز بايت. بقول لك البكر كروس بايت ده بكر كسب اوف ذا لور بوستيريور تيث اوكلود بكر تو ذا بكر كسب اوف ذا ابر تيث. يعني البكر كسب هون شوف هون
البكه الكاست تاع اللور تيث هنعمل اوكلوجن وين بكه للبكه الكاست تاع الابر تيث، هذا هو البكه الكروس بايت. بس سيزرز بايت بالعكس بيقول لك بكه الكاست اوف ذا لور تيث اوكلود لينجوال تو ذا بارتال كاست اوف ذا ابر تيث، يعني البكه الكاست تاعو اللور تيث ما في عندنا كروس بايت هون. البكه الكاست حتى هون البكه الكاست تاع اللور تيث مش مبين، شايفينه البك الكاست على اللور تيث مش مبين، اجى هون اشرحها نجي لهون. هذه اخر شيء هذا البك الكاست على اللور تيث، البارتال كاست، البارتال كاست تاعو وين؟ بك له اوكي، البارتال كاست تاع الابر تيث بك للبك الكاست اوف ذا لور تيث، يعني هذه ها ريليشن شيب هون. Posterior cross bite usually seen as يعني كيف نشوف posterior cross bite بتنشاف؟ في عنده حاطط 1 2 3 4 5 في عندنا 5 cases للposterior cross bite. بيقول لك unilateral buccal cross bite with displacement، هذا حكينا عنه شرحناه لما بيكون في عندنا cast to cast contact كيف بده يروح المندبل؟ قلنا بيروح المندبل حتى يتفادى الكاست تو كاست تو كونتاكت بده يروح على كاست تو فرصه، ففي مايلي حيكون في عندنا كروس بايت ومايلي ما حيكون في عندنا كروس بايت فيها. بقول لك يوجولي ارايزز وان ذا مندبل ديسبليتس لاتري، لما المندبل بيتحرك لاتري ليه؟ ديو تو ذا بروسس اوف ذا ديفلكتنج كونتاكت، بيو عندنا كونتاكت ديفلكتنج، ديفلكتنج يعني بصير بيعمل انحراف للمندبل، هذا المقصود بالديفلكتنج. بقول لك ايذر فروم ديسبليس توث بيكون في عندك توث محله بشكل غلط او الغالب بيقول لك اور بيكوز اوف ناروينج اوف ذا ماكسيلا، او بيكون عندنا نوعا ما الماكسيلا الصغيره which result in a cast to cast relationship of the posterior teeth and occlusion. نرجع نشوف الفيديو نشوف هذا الكاست تو كاست يعني. طيب نحن نشوف هون الكاست تو كاست، هيدا اللي هون هيدا الكاست تو كاست. الكاست تو كاست شو عم يعمل بالماندبل؟ عم يخلي الماندبل يروح على الاذر سايد، عم يصير في عندي في ميلي في عندي فيها كروس بايت، وفي ميلي اكيد عم بيكون في عندي فيها normal relationship. على طبيعة الحال مطرح ما هيعمل الميدلاين شيفت مثلا هو الميدلاين، وين كان الميدلاين هون؟ الكروس بايت اللي حيصير بهالاتجاه هيدا مش بالاتجاه الثاني، يعني هيدا مثلا هون عندنا الابر ميدلاين هيدا اللور ميدلاين، اكيد الكروس بايت حيكون سيم دايركشن اللي عامل فيها الميدلاين ديفيشن، يعني الميدلاين قبل الكونتاكت كان مع الابر ميدلاين مع اللور ميدلاين، اللور ميدلاين بعد الديفلكشن وين عم بيروح؟ عم بيروح على هالميلي، هيدا المولر اللي هون عم بيروح بكري لانه المندبل كله عم بيروح بكري، فلما هيدا المولر راح بكري صار في عندي هون كروس بايت اوكي؟ بينما على الميلي الثاني شو عندي هون؟ عندي اتس نورمال كاست تو فوسا ريليشن شيب، هون هيدا البك الكاسب هيدا البك الكاسب هون هيدا البارت الكاسب قاعد بالفوسا، بينما على الميلي الثاني لا هون هون على الميلي الثاني لا في عندي الفصة تاعيت اللور توث بنشوفها هون، بنشوف في عنا الفصة تاعيت الابر توث، اذا بنشوف بنشوف انه اللينجوال كاست تقريبا قاعد بالفصة، يعني اللينجوال كاست تاع المانديبلر مولر وين قاعد؟ قاعد بالفصة، بينما الصحيح شو؟ الصحيح اكيد يقعد مين بالفصة؟ يقعد بك الكسب لللور مولر بالفصة، بينما هون مين قاعد؟ هون قاعد اللينجوال كسب بالفصة، فهذا بطبيعة الحال شيء غلط يعني. هون هذا اللي قلنا بصير انه displaced due to the presence of deflecting contact، أكيد بطبيعة الحال هون هيدا الكسب تو كسب كونتاكت شو عم يعمل للمندل؟ عم يعمل deflecting، عم يعمل له انحراف للمندل، المندل شايفين كيف عم بيروح حط الميد لاين؟ عم بيصير في انحراف بالبوزيشن اوف ذا مندبل. بقول لك إذا from a displaced tooth هيدا deflecting contact بيكون في عندي التوث محل معين ديسبليس بغير محله عامل هالشيء، او بيكون مثل ما قلنا بيكون في عندنا المكزلة نارو المكزلة صغيره. بقول لك وات ريزلت اذا كاست تو كاست كونتاكت، هيدا الكاست تو كاست هون هيدا الكاست تو كاست كونتاكت. ريشن اوف ذا بوستيريور تيث اوكلوجن، اكيد نحن قلنا هيدا كيف بنتخلص منها، بنعمل مكزلي اكسبانشن اذا كان في عندنا ناروينج بطبيعه الحال رح يبطل في عندي كاست تو كاست كونتاكت. طيب بس هذه يونيلاترال بكر كروس بايت وذ ديسبيسمنت حكينا عنها، هلا في يكون كمان عندنا يونيلاترال بكر كروس بايت وذاوت ديسبيسمنت،
من دون ما المندبل يصير له ديفيشن يعني. طيب هشرحها هيدي. بيقول لك هون على السوفت وير بيقول لك يوجولي ارايزز ديو تو ديسبيسمنت اوف توث. هيدي رح اشرح اول مقطع منها. بيكون بسبب شو عم بيقول لك يوجولي ارايز ديو تو ديسبيسمنت اوف توث. يعني في عندك توث معين من عمله ديسبيس. رح فرجي الفيديو واشرحها. حطينا نجي هون على السوفت وير. شايفين في عندنا هيدا السن هون، هيدا السن اللي هون السكند بريمور. وين السكند بريمور قاعد؟ ان كروس بايت بوزيشن. شوف هون بشكل تاني، هون قاعد ان كروس بايت بوزيشن بطبيعة الحال السكند مولر. فهيدا هون كيف ممكن يصير في عندك نيترال البكر كروس بايت وداوت سبيس؟ هيدا من دون ما يتحرك المندب. بيقول لك يوجولي ارايزز، هيدي قد كيف تحدث الحاله؟ ديو تو ديسبيسمنت اوف توث. هيدا هون التوث شايفينه اتس ديسبيسد، كله سوا اتس ديسبيسد رايح، فمسبب لي يونيلاترال بكر كروس بايت. هذا اكيد بيكون هون سنجل، يعني سنجل كروس بايت ورا، يعني اكيد لانه بسن واحد. اذا بنشوف كمان هيدا هون بنشوفه اتس ديسبيسد، يعني هيدا المولر هون، هيدا فيرست بريمولر، هيدا هون سكند بريمولر. اوكي، ممكن هيدا مثلا شو السبب تاعه؟ ممكن تكون في عنا ديسبيوس توث الابر اي انعمل له اكستراكشن بريماتشورلي، قرب مين هون بالسبيس؟ طبيعه الحال الابر فيرست مولر. اما ابر فيرست مولر هيدا ما عاد عنده سبيس، علق هون يعني. اوكي، هيدا بتصور حكينا عنه كثير يعني، كمان حتى نشرح حابين نرجع نذكر على هيدا باللور، بس الفكره ذاتها عم بحكي على السبيس هيدا اللي هون يعني. هيدا ممكن ديسبيوس توث راح، المولر قرب، لما المولر قرب يا هيدا مش رح يطلع ينعمل له امباكشن، او يمكن يطلع لينجوال يعني. اوكي، أو اكيد من ناحيه الابر ممكن يطلع بالاتل يعني. اوكي، فهيدي هون حكيناها. هيدا ليش بيكون ديسبيس؟ مين مثل ما قلنا بيكون في عنا او انه سبب منها انه صار في عنا بريماتشور اكستراكشن او لهيدا للسكند سيديو سمولر. اذا المولر قاعد محله يعني محل السكند سيديو سمولر، السكند بريمولر ما عاد عنده محل. طيب، او سبب تاني، او بيقول لك ديو تو اندرلاينج سكيلتال اسيمتري اوف ذا ارش. انت وان اجريتر نمبر اوف تيث ار انفولد. هلا بس هون ركز معي، بهيدي الحاله اللي هون بس في عنا سن واحد انفولد، عنا بس سن واحد انفولد. هلا رح فرجي حالي لما يكون في عنا اكثر من سن انفولد. طيب افترضنا كان في عنا كل هالسنان، شوفوا هيدي مثلا الارش من هون، هو سنان مبينين رايحين كثير بالاتل، بينما هول نورمال. هلا هيدي بالمنطق يعني ممكن شو يكون في عندي هون؟ اكيد حيكون يمكن عندي يونيلاترال بوستيرير كروس بايت. طبيعه الحال كينا ما حيكون شكله هيك، حيحاول يعمل كونتاكت معهم يعني. اوكي، حيحاول الكينا يعمل كونتاكت معهم، وباستن اكيد حيغيروا بوزيشن يعني، بس انه انا نوعا ما عم بسط الكيس يعني، حيكون تقريبا الشكل هيك يعني. اذا هذا اجي اطلع بالاوكلوجن اشوف انا هذا من ميلي هون في عندي كروس بايت، من الميلي الثانيه اي دونت هاف اني كروس بايت يعني. اوكي، عندي هيدي يونيلاترال. طب هيدي شو سببها؟ عم بيقول لك هون هيدي سببها هيكلي. بيقول لك في ميلي بتكون مثلا هالبارت اللي هون المكزيلا عندها نورمال لينك يعني، مثلا من هون المكزيلا لهالميل اللي هون عندها نورمال لينث، بينما مثلا من هون المكزيلا من النص لهالميل اللي هون بيكون في عندها لينث فيها ديكريز. فعندي انا هون اسيمتري، المكزيلا بهون على يمين الصوره او على شمال المريض اكبر من اذا بياخد هيك خط، من هيك خط فيرتيكال بقيسه من هون لهون. اخذها على الفوتوشوب واشرح يعني. طيب اخذت هالصوره بالفوتوشوب، اذا انا جيت هون من هذا الخط من المكزيلا خط فيرتيكال لاين، بس تنقول المسافه لحديد هيدا المولر اللي هون، وزيت الشيء عملت على الميل الثاني يعني، جيت كمان بالبسطره قست من هون لهون لهيدا المولر. هلا هيدا اذا بدي اقيسه حوالي، عم بيقول لك من هون حوالي 312 يعني تقريبا. هلا اكيد هون من دون ارقام يعني، بينما على الميل الثاني مثلا على الميل الثاني حوالي 342 يعني، حوالي في عندك 30 بكسل فرق بيناتهم يعني. فهيدا هون ممكن هيدا يكون لما بيكون هالشكل هيك في ميلي عندك، ما عندك يعني الماندبل ما عنده ديسبيسمنت، معناتها شو؟ معناتها في ميلي من المكزيلا اكبر من الميلي الثاني، معناتها هيدي الميلي اللي هون اتس نورمال، هيدي الميلي اللي هون من هون لهون اتس اب نورمال، هيدي الميلي صغيره. فانا هون المكزيلا هي كلها ما عندها سيمتري بالسايز. في عندها بهالكيس اللي عم فرجيها انا هون ميلة اليمين او شمال البيشن اكبر من
من طبيعة الحال من شمال الصورة أو يمين البيشنت، يعني المجزلة على يمين الصورة أو شمال البيشنت أكبر من المجزلة على شمال الصورة أو يمين البيشنت يعني، أوكي؟ فهيدا عم بيقول لك هون سكالة الأيسيمتري. فهذا السبب التاني يذكر مكر كروسبان ويضاب ديسبليسمنت، يكون في عندك أندرلاين سكالة الأيسيمتري. مثل ما قلنا المجزلة بمحل الشمال أو اليمين أصغر من الميل الثانية of the arch due to underlying skeletal symmetry of the arch. بيقول لك هيدي أيمتى بصير في عندك skeletal asymmetry of the arch؟ بيقول لك when a greater number of teeth are involved. يعني مثلا إذا بنشوف هون بالصورة في عنا كلها اثنين involved. أنا بالمثل اللي أعطيته قبل في عنا بس سن واحد involved يعني، أوكي؟ فلما بشوف سن واحد involved هيدا أكيد ما هيكون skeletal. ما إذا بشوف مثلا كذا سن involved وما عنده displacement بدي بلش شك إنه هيدا احتمال كبير يكون skeletal. طيب هذه خلصناها البايلاترال باكل كروس بايت. كمان رح فرج بقول لك هذه اتسجولي اسوشيتد وذ سكيلتال جرافيك ديسكريبشن، يعني لما يكون في عندي مثل هيدا الكيس اللي هون، يعني هذا مبين الماندبل كثير كبير، يعني الماندبل كثير كبير او بالاحرى هون المجزلة صغير، يعني الماندبل يبدو منه كثير، يعني المجزلة اتس سمول. يعني اذا كان سواء كان عندي الماندبل كبير او المجزلة سمول او كان الحدن عندي مثلا المجزلة نورمال والماندبل لارج، انتم اللي حياطوا بطبيعة الحال كروس بايت بايلاترال ببكر كروس بايت. فهون عم بيقلك لما يكون في عندك بايلاترال كروس بايت it's mainly associated with skeletal class 3 discrepancy، يعني في عندي هيكليا عندي class 3 يا الماندبل كتير كبير او المجزلة كتير صغيرة او combination of both. يعني بس انا هون كمان رح اشوف هيدا الكراث 3، هيدا اكيد بايلاترال بكل كروس بايت، عندي عملتين كروس بايت، عندي على الميلتين كروس بايت مثل ما شايفين، هيدا اكيد يعني بتكون هيدا عندي سكيلتال ديسكريبنسي. هون يبدو المندبل صغير والمندبل نوعا ما مقرب لقدام، فهيدا اكيد بايلاترال بكل كروس بايت. هيك شغلت اكيد بتكون سكيلتال، يعني اوكي سكيلتال ايسيمتري. اصلا في كثير عندي ريفرس اوفر جت من إذا بتشوفوا هذا من هون المسافة من هون لهون يعني الريفرس اوفر جت كثير كبير يعني، اوكي؟ فهيدي اكيد بتكون سكيلتال. هلا هون اي اللي هو اتس يوجولي، هلا في ممكن يوجولي قلنا معناتها على العام الاغلب يعني هيك، بس ممكن تكون حالات منا سكيلتال، ممكن اوقات ببعض الحالات مثلا ممكن شوي اسنان يكونوا متاخرين لورا يعني، اوكي؟ حسب السفرتي تاعت البكا كروس بايت، كل ما كانت السفرتي اكبر اكيد كل ما معناتها هيدي في عندي سكيلتال كومبوننت اكبر يعني. طيب هلا عم يحكيك هون على اليونيلاترال لينجوال كروس بايت، بقول لك ليش بقول لك يوجير دو ذا ديسبيسمنت اوف تيث از ريزلت اوف كراودنج. كمان رح فرجي فيديو حتى تتوضح. طيب هلا على الفيديو نحن هون اذا بتشوفوا هون شوي هيدا السن شو عامل هون، شايفينه كيف رايح كثير لبرا، هيدا اكيد هيدا الانسايزر هون ان سيزر بايت بوزيشن، بينما الباقيين اذا ذي ار نورمال نوعا ما بوزيشن. هيدا من ورا الكراودنج ما قدر يقعد هون، طلع لبرا يعني هيدا بدل ما يكون قاعد ان اتس كوركت بوزيشن طلع لبرا. هلا غالبا بيكون لينجوال، هلا بس بعض الاحيان ممكن الاقل نسبه يعني ممكن يروح ليبيا لل السكند بريمولر، اوكي؟ بدل ما يروح بالتا بيروح ليبيا. هلا اكيد السن هون بسيزرز بايت، عنده اذا بتشوفوه هون كمان من الفيو من جوا عنده اكيد بسيزر بايت، هذا اكيد لان ما في عندي سبيس يعني نوعا ما بالارش حتى يقعد السن. فهيدا ديو تو كراودنج هون حنشوفه على الابر، يعني شايفين محصور السن يعني مش قادر يقعد اتس كوركت بوزيشن، السن كثير بحاجه انا يمكن بس رجعه شوي لورا المولرز، وهيدا هيدا بيصير له محل بيقعد اتس كوركت بوزيشن، بس انه لان نتيجه الكراودنج اللي صاير السن قاعد بهالبوزيشن هيدا اللي هون يعني ايه سيزر بايت بوزيشن، اوكي؟ طيب مثلا هيدا يونيلاترال يوجولي ديو ديسبيسمنت اوف تيث از ريزلت اوف كراودنج، يعني بيكون في عندك تيث او سن واحد ديسبيس از ريزلت اوف كراودنج نتيجه الكراودنج سنين قعدوا سيزر بايت بوزيشن. هلا بايلاترال
لينجوا كروس بايت. هيدا الايديولوجي بتاع سكيلتل. كيف هيدا الايديولوجي بتاع سكيلتل؟ كمان على الاعم الاغلب هيدا هيكون سكيلتل. هيدا شو بيكون في عندك؟ بالكيوجولي اسوشيتد وذ سكيلتل ديسكريبنس. يعني بيكون في عندك لما بيكون في عندي علامتين لينجوا كروس بايت، هيدي على الارجح في عندي سكيلتل ديسكريبس. يعني معناتها يا يعني المكسله كثير كبيره بالترانسفيرس دي او الماندبل صغير او ممكن يكون في عندي الماندبل كثير صغير، المكسله نورمال او كبير. يعني اوكي يا بيكون المكسله كبير او بيكون الماندبل صغير حتى عشان يكون في عندي بايلاترال لينجوال كروس باك. كمان رح برجي صوره. طيب بدنا نشوف هلا الفيديو اللي هون. هذا هون طبيعه الحال عندي سيزر بايت، شايفين هون عندي سيزر بايت. هذه بهيك حالي اكيد بيكون نوعا ما يعني مثل ما قلنا يا المكسله كثير كبيره او الماندبل كثير صغير او كومبينيشن من هالشغلتين. يعني اوكي بهيك حالي هذا سيزر بايت. يعني هذا اكيد هون كلاس 2، عم برجع انه هون كلاس 2. هذا هون المفروض يقعد بيشنت هون، المفروض الكتب يقعد بالكي 9 تبقى بدك يعني يقعد هون. هلا قاعد بكلاس 2 يعني، وهذا هون اكيد كلاس 2. يعني هو عم بيقول لك اتس يوجوال اسوشيتد وذ كلاس 2 ريليشن شيب. يعني اوكي هذه هون انها بايلاتر لينجوال كروس بايت انه تيوجور اشيتا ودسكريت الكلاس 2 ديسكريبنسي. طيب هون مثل الصور شفناه هون دنتلز، هيدا اكيد مثل هون سنجل، هيدا هون سكيلتال سيجمنتال انتيريور كروس بايت، هيدا هون قلنا انتيريور ديسبيسمنت، هون لاترال ديسبيسمنت شرحنا عنهم، وهيدا يونيلاترال بكر كروس بايت. هون هلا هاي الصوره مقطوشه هون بايلاترال، المفروض يكون في عندنا مثل هيدا اللي شفناها نحن يعني، بس انه مفهوم الشغله. هيدا هون اكيد في عندي كروس بايت، هون يونيلاترال بطبيعة الحال، هيدي أكيد بايلاترال، هيدي سيزرز بايت يونيلاترال هون، هيدي ها الصورة هي ذاتها ما عم فرجيها من الجاني ما عم فرجيها من الفرونت. الأتيولوجي أوف كروس بايت، شو هو الأتيولوجي؟ شو أسباب الكروس بايت؟ عم يحكي هون على الأتيولوجي أوف دنتال كروس بايت، في أتيولوجي أوف سكيلتال كروس بايت ذاكر هلا، هلا إحنا رح أحكي هون على الأتيولوجي أوف دنتال كروس بايت. دنتال كروس بايت بسبب لك كراودينج، يو تو لاك أوف ذا سبيس إن ذا آر، شو يعني؟ إذا بنشوف هالصورة هيدا هون اللور انس الأبر انسايزر من كروس بايت بوزيشن، بسبب شو؟ بسبب إنه ما عنده سبيس، في عندنا كراودينج، فلأن ما في سبيس هو اتس ان كروس بايت بوزيشن. بيقول لك السبب الثاني anomalies of tooth number size and shape like super numeral teeth و macrodontia. يعني بطبيعة الحال إذا عندي macrodontia حيكونوا سنين أكبر، يعني احتمال يكون في عندي كراودينج أكثر، وإذا عندي احتمال كراودينج أكثر ممكن كمان احتمال الكروس بايت يزيد. قال لك كمان السوبر نيومري تيث الاسنان الزايده. بس اساسا ما تطلع هون على الصوره الاوكلوزر فوتوغراف، هيدا بطبيعه الحال في عندنا هون اسنان زايده وهون في عندنا اسنان زايده، هون اسنان زايده بطبيعه الحال جاي ان كروس بايت بوزيشن، يعني بطبيعه الحال مش حتكون على القرش، فهيدي اتس ان كروس بايت بوزيشن. اكيد بنقدر هول بدهم اكستراكشن، يعني هون في عندنا اسنان بكفوا هون في اسنان، ف وي كان اكستراكت ذا سوبر نيومري تيث لحتى نعالج الكروس بايت. هذا حكينا عنه كمان البريماتشور لوس اور برونج ريتنشن اوف برايمري تيث. هيدا اذا البرايمري تيث خسرناها قبل وقتها. نشوف مثلا هالكيس اللي هون، هذا مثلا البريمولر ذا سكند ستيو سمولر، نعمل له بريماتشور اكستراكشن قبل وقته لح المولر حيعمل دريفت فورورد، اكيد رح يغير الانكلينيشن تاعيته، حيجي ميزير طبيعه الحال رح يصير في عندنا هون كروس بايت. ذات الشيء اذا كان في عندنا برولونج ريتنشن، اذا افترضنا ديسيديو سكند مولر ضلوا فتره من الوقت كبير، ممكن البريمولر يعمل ايربت باراتل له، يعني يكون في عندي هون ديسيديو سكند مولر موجود، بس لان ما نعمل له اكسفولييشن يمكن السكند بريمولر يطلع محله، فلما يطلع محله حيطلع عن كروس بايت بوزيشن، مش يطلع محله يطلع باراتل له، فلما يطلع باراتال ايرو رح يطلع عن باراتال بوزيشن. طيب رح اشرح كمان شو قصدي بالبرونج ريتنشن. افترضنا هيدا السن اللي هون هو سكند ستيو سمولر، هو اكيد هذا سكند بريمو، بس اعتبره معي سكند ستيو سمولر. طبيعة الحال بالحالات الطبيعية وين رح يكون السكند
بريمولر، طبيعة الحال بيكون سكند بريمولر فوقه بالحياة الطبيعية، يعني سكند بريمولر بده يكون فوقه للسن هيدا، يعني مفروض يكون البوزيشن تاعه سوري اكيد بدنا نقلب الحالة الطبيعية، المفروض السكند مولر سكند بري مولر يكون فوق ولا سكند سيديوس مولر. اكيد سكند سيديوس مولر في عنده تو روتس، بيكون قاعد البري مولر بين هود تو روتس وبيعمل ايربشن. لو انا ما قادر بالسوفت وير هيدا يكون في عندي سيديوس تيث، بس انه الفكرة اقنينا قبل، يعني شو الفكرة بهالشيء يعني. اوكي، فهيدا اذا السن اللي هون ما كان عم يعمل اكسفولييشن، يعني لأي سبب من الأسباب اكسفولييشن ما كان عم يعمل اكسفولييشن، فصارتنا بسبب الأنكيلوسيس، هيدا السكند ديسيديوس مولر وين رح يعمل ايربشن؟ حيجي يعمل ايربشن على البالاتال، يعني حتى نشوف هيدا السكند ديسيديوس، مش هيدا بدي احرك هيدا، يعني هيدا السكند ديسيديوس عفوا السكند بريمولر اللي هو هيدا اللي هون رح يجي على لهون على البلد، طبيعة الحال رح يكفي يعمل ساعتها ايربشن، يعني اوكي رح يجي ساعتها هيدا السكند سيديوس مولر يعمل ايربشن، اوكي هيعمل ايربشن هون. طبيعة الحال وين عمل ايربشن؟ عمل ايربشن بلتل عليه، اوكي عمل ايربشن بلتل للسن هيدا، فاكيد حيكون ان كروس باي بوزيشن. فهيدي البريماتشور لوس اوف برونج تنشئ اطفال من التيث ميريد تو كراودينج اند ديسبيسمنت اوف ذا بيرمننت تيث ان كروس بايت بوزيشن. اكيد هذا الشيء كمان بينطبق على على الانتيريورز. صارتنا في عندي انا هون هيدا اللاترال انسايزر ديسيديوس، هيدا اللاترال بيرمننت. طبيعه الحال اذا اللاترال ديسيديوس بيرمننت ما كان يعمل اكسفولييشن السن هيدا لاي سبب من الاسباب، انكيلوسيس غير انكيلوسيس، ما عمل اكسفوليشن، هذا اللاترال انسايزر بده يروح لوين؟ بده يروح بالاتال، بده يجي يرجع لجوه، يعني هذا الانسايزر بده يجي بالاتال طبيعه الحال، وحيرجع يعمل ايربشن هون، يعني لما حيعمل ايربشن هون طبيعه الحال شو حيصير؟ ما بده يعمل ايربشن بهالبوزيشن اكيد، يعني هيكون ان كروس بايت، اوكي حيقعد ان كروس بايت بوزيشن، يعني اوكي حيجي يكون ان كروس بايت بوزيشن، فما حيكون بالارش، حيكون ان كروس بايت بوزيشن. هذا ممكن يعمل هي البترونج ريتنشن اوف ديسيديوس انسايزر، اكيد هذا ممكن يصير بالسنترال ذات الفكره يعني. فهيدي خلصناها البريماتشور لوس او برونجيتيش اوف برايمري تيث. عم بيقول لك اوكلوزال انترفيرنس بريماتشورتيز، حكينا عنه شوي، شفنا الفيديو. افترضنا اذا هون انا في عندي اوكلوزال انترفيرنس من احد الاسنان، بيضطر المانديبل يعمل شيفتنج، يعني ذات الشيء كمان بتعيت الانتيرير. فهول حكينا عنه الاوكلوزال انترفيرنس بريماتشورتيز. هلا اسكاله الكروس بايت اكيد هيرديتري، عندك ما عندك ماكزيلا مثلا تنقور كبير كثير والماندبل صغير، حيكون في عندك سيزر بايت، عندك الماكزيلا كثير صغيره والماندبل حجمه عادي او كبير، اكيد بده يكون في عندك بكر كروس بايت، يعني بالمنطق يعني عندك ماكزيلا عاديه والماندبل صغير اكيد حيكون كمان عندك سيزر بايت، عندك الماكزيلا كبيره والماندبل عادي او الماندبل الصغير اكيد كمان سيزر بايت، عندك الماندبل الكبير والماكزيلا عادي حيكون في عندك بكل كروس بايت، عندك الماندبل الكبير والماكزيلا صغير او عادي بطبيعة الحال حيكون كمان عندك بكل كروس بايت. فهول يعني معروفين شو هن، بقول لك هيرديتري او ديسكريبنسي اذا سايز اوف دنتال ارش سكيلتال كلاس 2 او كلاس 3 اللي حكيته هلا، يعني او كلاس 2 سكيلتال كلاس 3 او كلاس 2، هيدي السي ال يعني كلاس، هيدي 3 كلاس 2. عم تحكي بالهابتس، يعني بالهابتس ثامب ساكينج حكينا عنه، ماوث بريزنج. طيب هول بالثامب ساكينج حكينا بالمحاضره السابقه، هيدي الثامب ساكينج اول شيء بتكون شغله دنتل، بس ما تنسوا انه الثامب ساكينج مثل
مثل ما عم بيحط فورس على ال شو اسمه على ال على السنين، كمان عم بيحط فورس على المكسيلا. بالثمب ساكينج شو بيصير عنده؟ بيصير في عنا قلنا مين اللي بيشتغل بشكل زايد؟ طبيعة الحال الباكسينيتر مصل والتانك هيكون ان لو بوزيشن. لما بيكون التانك ان لو بوزيشن والباكسينيتر عم تشتغل، رح ينحط فورس كتير قوي على العمين على ال على البوستيرير تيت، رح يصير في عنده كروس بايت. هيدي الكروس بايت اكيد رح تعمل شكل ارشو سمول ماكزاري ارش يعني. اوكي يعني هيدا انا كان ماكزاري ارش نورمال، بس نتيجه الثامب ساكينج صار في عنده المكزيلا بوستيرير سمول، فسببت لي سكنت الكروس بايت. طيب هيدا بالنسبه للثامب ساكينج، يعني اللي بده يشوف الفيديوهات والشغلات حكي عنه محاضره الباد اورا الهابت. الكرافت ليب اند بارت طبيعه الحال الكرافت ليب اند بارت بيكون في عندي المكزيلا صغير يعني بالشفه الارنبيه، هيدا اللي اخذناها العام السابق. بيكون في عندنا بالكرافت ليب اند بارت بطبيعه الحال السكار تيشو تاعت الكرافت بتعمل ستريت للمكزيلا جروث، ف اوريدي بتكون المكزيلا شورت سمول يعني. اكيد لما يكون في عند المكزيلا سمول حيصير في عندي كروس بايت. تروما اور باثولوجي اوف ذا تي ام جي، اكيد اذا الشخص كان صار في عنده اصابه على التي ام جي، التي ام جي يمكن يبطل يكبر لما حيصير في عنده ريستريكشن بالمانديبلر جروث. حيكون في عنده ريستريكشن المانديبلر جروث طبيعه الحال يعني حيصير في عنده سيزر بايت، اكيد هيسببها حيكون شو؟ حيكون سببها سكيلتن يعني. تخيل المندبل مش عم تكبر بس المكزيلا عم يكبر. طبيعة الحال حيصير في عندي سيزر بايت بكلاس 2 يعني، فكمان هيدي هون هو كلهم شغلات منطقية يعني، ما بدها كثير تفكير يعني. بقول لك كل ما كان عادة كل ما كانوا عدد السنين أكثر بالكروس كروس بايت، كل ما كان في عندنا سكيلتال كومبوننت أكثر يعني. إذا عندي أرت مثلا يعني افترضنا أنا إذا كان في عندي تنقول سن واحد بكروس بايت بوزيشن، هيدا احتمال يكون أكثر أكيد دنتل. كل ما كان في عندي سنين اكثر صاروا ان كروس بايت بوزيشن كانوا سنين هون، معناتها هيدا اكيد بدل انه الحاله حتكون سكيلتال منا دنتل كروس بايت. فهيدا هو اللي عم بيقوله باللكتشر، انه كل ما كانوا سنين اكثر ان كروس بايت بوزيشن كل ما الاحتماليه تكون سكيلتال اكثر من انها تكون دنتل كروس بايت. The greater the number of teeth in cross bite، كل ما كان عدد السنين اكثر بالكروس بايت كل ما skeletal component of the greater the skeletal component of the etiology، يعني كل ما كان skeletal component المتعلق بالetiology of the cross bite اكبر يعني. يعني هو في عنا dental component و skeletal component، يعني عامل dental وعامل skeletal. اكيد كل ما كان اثنين اكثر بالcross bite كل ما عامل skeletal بيكون اعلى من عامل dental. طيب هيدا الاتيولوجي خلص. treatment of cross bite شو العلاج تبعهم؟ بقول لك الكروس بايت سواء كانوا انتيرير او بوستيرير سبيشالي وخاصه فانكشنال كروس بايت. ليش؟ بقول لك وذ مانديبلر ديسبيسمنت، يعني خاصه الفانكشنال كروس بايت وذ مانديبلر ديسبيسمنت ليش لازم يتصلحوا از سون از ذي ار ديتكتد؟ لان كانوا هالو فانكشنال احسن ما يصيروا بعدين سكيلتال يعني. اذا كان اول شيء عندي فانكشنال يعني بالحاله مثل هيدي اللي في عندي انا فانكشنال كروس بايت من وراء اوكلوزال انترفيرنس، اوكي من وراء هالاوكلوزال انترفيرنس في عندي كروس بايت، ليش بدي صلحها بسرعه؟ السبب هون مثلا هيدا انا من وراء الانساز الادج في عندي الشفت لقدام تاع هيدا اذا انا ما بصلحها المكزيلا حتكون ريستريكتد. المكزيلا بتحاول تقرب لقدام مين عيق الماندبل، فالمكزيلا ما حتنمى بالشكل المطلوب. فكان في عندي فانكشنال كروس بايت تحولت هذه فانكشنال لسكيلتال، فهيديك لازم صلحها باقرب فرصه ممكن. فبيقول لك هون it should be corrected as soon as they are detected. بيقول لك the condition is left untreated، إذا ما عالجت الكيس it may develop into a severe skeletal malocclusion، بتتحول من functional ل severe. طيب the correction of anterior cross bite، كيف anterior cross bite بصلحها؟ بيقول لك addition to be frequent to be displacement، يعني لأن anterior cross bite كمان ممكن تكون بشكل كتير مرتبطة مع displacement، يعني مع هيدي اللي فوق عم بحكي عن displacement اللي فوق. بيقول لك هيدي it can lead to movement of a lower incisor labial، هلا اشرحها through the labial tissues. اذا بتشوفوا هون السنترال انسايزر الابر الليبيال سيرفيس تاعيته عاطيه، عم تعطي فورس على مين؟ عم تعطي فورس على لينجوال سيرفيس تاعيت تاع اللور انسايزر.
طبيعة الحال الفورس اللي عم بيحطه السنترال انسايزر على اللور انسايزر هو اتجاهه لقدام، اوكي؟ يعني هيدا السنترال انسايزر الابر عم بيحط فورس على اللور انسايزر لقدام. طبيعة الحال لما 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 هياخد الابر انسايزر اللور انسايزر لقدام، ممكن اللور انسايزر شو يعمل؟ يطلع لبرات البون. ما تنسوا هون في عندنا شويه بون. اذا 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 الفورس كان قوي من السنترال انسايزرز على اللور انسايزرز، هول اللور انسايزرز يمكن يطلعوا برات البون تاعته، ممكن يصير في عندنا جينجيفال ريسشن، بالسيفير كيسز يعني ممكن يطلعوا برات البون يصير عندي اكستراكشن. هون عم بيقول لك هيدا الانتيريور كروس بايت كان ليد تو موفمنت اوف ذا لور انسايزر لابيالي. اللور انسايزر رح يمشي لابيالي، بيقول لك ثرو ذا لابيال سبورتنج تيشوز. يعني شو هن الليبر سبورتنج تيشوز؟ الجنجيفا والالفيولار بون اللي تحتهم يعني، اوكي؟ فا ريزلتنج جنجيفا ريسشن، ممكن اكيد يعمل لي جنجيفا ريسشن يعني، بتنقل بالحالات كثير سيفير يعني ممكن يطلع برات البون كليا يعني ويصير التوث اكستراكشن. بقول لك ان ذيس كيس ايريتيتد از ادفايزبل، بهيك حالات ايريت تريتمنت از ادفايزبل، اكيد انه يحبذ ويطلب هالشيء يعني، اوكي؟ طيب اكيد هذا سبب تاني بالاضافه لهيدا اللي هون ممكن تتحول ل لسكاتر كروس بايت. طيب بيقول لك الدنتال انتيرير كروس بايت، اذا في عندي مثل هيدي دنتال انتيرير كروس بايت كيف بقدر حلها؟ بيقول لك تانج بليد ثيرابي، هون حطتها هون، اوكي؟ تانج بليد، ها تانج بليد طبيعه الحال هيدا لما بيحطها البيشنت بهالشكل عم تحط فورس لينجوال على اللور انسايزر وليبيل على على السنترال انسايزرز الابر، يعني عم تحط فورس لينجوال على اللور انسايزرز هون وعم تعطي طبيعة الحال فورس لابيال على الابر انسايزرز. فهيدي لما احطها اللور انسايزرز هون رح يرجعوا لورا والابر انسايزرز رح يقربوا لقدام، فبتخلص من الكروس بايت. بيقول لك تونج بليد ثيرابي، بيقول لك يوز تو تريت ديفلوبينج انتيرير كروس بايت، اذا في عندي انتيرير كروس بايت عم تعمل ديفلوبينج، اكيد هيدي عند الاشخاص النوعا ما منهم كتير ادلتس يعني. By placing a wooden tongue blade معمولة من خشب التونج بليد behind the erupting tooth behind the tooth عم يعمل eruption in a lingual position يعني and biting on it وبتخلي المريض يعض عليها using the lower teeth as a fulcrum باستخدام اللور تيث كمحل بيستند عليه يعني التونج. بيقول لك for a period of 5-10 minutes، اكيد هيدا مفروض يتكرر من النهار يعني مش بس مره واحده من النهار، المفروض يتكرر هيدا الاكسرسايز 5 ل 10 دقائق من النهار كذا مره. بيقول لك هيدا شو بيعني؟ بيقول لك يوجوالي ذا توث وي ايربت انتو انر بوزيشن اوف ا بيريد اوف تايم، يعني مع الوقت عاده التوث رح يرجع يعمل ايربشن ان كوركت بوزيشن مع الوقت. اخذنا هذيك سنل اوف اوثنتيك ابلاينسز كان بيوز وذ ذات سبرينج مثل هيدا، اذا في عندي سن واحد ذات سبرينج او ريكيرف ذات سبرينج اذا في عندي اكثر من سن بالكروس بايت يعني ذات سبرينج نصلح سنجل توث، ريكيرف ذات سبرينج لحتى نصلح اكثر من سن بالكروس بايت او سكرو ابلاينس، هذا كمان درسناه هذيك السنه بالريموف ابلاينسز، اذا في عندي سكرو ابلاينسز كمان ممكن يدفشوا هذا السن لقدام يعني، اوكي؟ اخذين انكورج من كل هالسنان وهذا السن كروس بايت اكيد اذا دفشوا ممكن يطلعوا لقدام يعني، اوكي؟ او اذا في عندي اكثر من سن كمان هون بقدر استخدم سكرو كمان اخذ انكورج من كل هو يعني بيحط فورس على البوستيرير تيث وبيحط فورس على الانتيرير تيث، بما انه في عندي انكورج اكثر ورا من قدام اخذ اسنان فالانتيرير تيث رح يمشي. هولي بده يرجع على محاضره الريموفابل ابلاينسز هذيك السنه كنا مفصلين عنهم. بيقول لك هون الريموفابل ابلاينسز شوت انكوربريت بوستيرير بايت بليت تو ابن ذا بايت انتيرير دوين كولكشن اوف انتيرير كوست، بس كمان حكيت عنه كثير هذيك السنه بالريموفابل ابلاينسز، رح ارجع بفرجي فيديو عليه حتى نذكر شو عم يقصد. انا هون في عندي انتيرير كروس بايت، هيدا الانتيرير كروس بايت يعني اذا البيشنت ضلوا هيك بالاوكلوجن تاعه مستحيل الابر انسايزرز يقربوا لقدام لان اللور انسايزر مسكر عليهم، فبحاجه يحط ورا بوستيرير اللي رافع على العضه بوستيرير بايت بليت يعني، اوكي؟ شايفين كيف انا بضطر ارفع العضه فرح احط بوستيرير لهيدا الجهاز اللي هون شايفينه بوستيرير رح يقعد هيدا شو حيعمل هيدا البيشنت رح يعض عليه رفع العضه بطلوا اللور انسايزر مسكرين على الابر انسايزر. هلا بقدر انا الابر انسايزرز بما انه بطل اللور انسايزر مسكرين عليهم بقدر اخذهم لقدام يعني، اوكي؟ طيب ها
هيدا هو البوستيريور بايت بليت. هلا انا فرجيت هون واحد فيكست بالريموفابل بايت بليت. هذيك السنه فرجيت كمان فيديوز، ف اذا بدك تشوف الريموفابل كيف رجع جاي راجع محاضره الريموفابل ابلاينسز، فهون عم بقول لك ريموفابل ابلاينسز شو شو انكوربوريت ورا. مثل هون هون مثلا حط بوستيريور بايت بليت على على السنان، هيدا اللي هون اللي شايفينه هيدا اكيد ريموفابل بايت بليت مسكر الاوكلوزر سيرفيس للبوستيريور تيث ورا. هيدا اكيد بيرفع العضه وبيخليني اخذ السنان لقدام، هيدا السنان يشتغل لقدام يعني يطلع لقدام. بقول لك for treatment to be successful there must be some overbite present to retain the corrected incised position. يعني انا بعد ما خلص التريتمنت، يعني انا بعد ما خلص التريتمنت للانتيريور كروس بايت شو المفروض يكون في عندي؟ المفروض يكون في عندي شو في يكون في عندي؟ يكون في عندي sufficient overjet واوفربايت. ليش؟ عشان ما يرجع يصير في عندي ريلابس. يعني اذا في عندي انا الاوفرجت والاوفربايت هون بشكل جيد، اوكي بطبيعة الحال رح يمنعوا لي يصير في عندي ريلابس على الكروس بايت، اوكي؟ فعم بقول لك for treatment to be successful there must be some overbite present. لازم يكونوا السنين الابر مسكرين على السنين اللور vertically. بقول لك to retain the corrected incisor position لحتى تصلح الانسايزر بوزيشن الكوركتد، اوكي؟ فاذا هول بالريموفابل. هلا بطبيعة الحال انا هون اكيد عم بحكي على سكارتل كراث 3 كيسز، سكارتل كراث 3 كيسز اذا الماندبل كتير عنده جينتك رح يكبر لقدام. لو شو ما عملت لو عملت كومبليت شو بدي اخبرك ديب بايت ما رح يرجع الماندبل يكبر لقدام. يعني شيء جينتكس ما فيك تغيره بالاوكلوجن. طيب الفيكس اورثونتك ابلاينسز اكيد مثل ما شفنا بالفيديو هون بتحط فيكس اورثونتك ابلاينسز وبتصلح الكيس. يعني ف فيكس اورثونتك ابلاينس ديكيت دوت من بدي اور اي بي كيل موفمنت از ريكوايرد. فيكس اورثونتك ابلاينس وقت اللي بدك تستخدمه، يعني مش قصه يعني هيدا مثل ما قلنا هول الاجهزه اجمالا نوعا ما ما عاد حدا يستخدمهم. زاد سبرينج الكيرف زاد سبرينج يعني سكرو ممكن يستخدم يعني، بس انه اجمالا هو اللي استعمالهم جدا نادر يعني فعليا التصليح بيكون بالفيكس ابلاينسز يعني. بس هو عم بيقول لك هون انديكيت دوت من بدي اور اي بي كيل موفمنت، يعني اذا بدك بدلي موفمنت السن تحركه بدري ما يتحرك تيبينج أو إذا بدك الأيبكس يتحرك. يعني تأحكي شغلة، يعني افترضنا أنا كان عندي سن بهالطريقة هو عم يقول الإنديكيشن تاعه بدني موفمنت يتحرك السن هيك، أوكي من دون تيبينج يتحرك السن جالس من دون تيبينج، يعني ما بيتحرك بهالطريقة. هيدا يعني على حقاتي إنديكيشن شو يعني شو قصده بالتيبينج، يعني بالتيبينج هيك يعني أنا يعني ما إذا أنا ما بدي إياه يتحرك هيك بقلها ما تستخدم fixed orthotic appliances. يعني افترضنا كان هو المقصد تاعه انه افترضنا كان عندك اياه هيك هيدا السن، هيدا اكيد كونترا انديكيت تستخدم له ال removable appliance. ليش؟ removable appliance كل المود اوف اكشن تاعه شو بيعمل تيبينج removable، بينما fixed appliance الوحيدين اللي بيقدروا يعملوا طبيعه الحال بدري موفمنت، اوكي؟ فهيدا هون اللي عم بيقول لك اياه، يعني عم بيقول لك indicated one بدل اللي فهمناها or apical movement is required. كمان رح اشرحها شو قصده بالapical movement. شوفوا هيدا السنترال انسايزر، اذا هيدا السنترال انسايزر اللي هون شوفوا راجع كتير الروت تاعه بلتل، حتى لو تنقول قدرت قربه هون قربته هيك شايفين الروت تاعيته لهيدا الانسايزر اللي هون كتير كتير بعيد عن زملائه. يعني اوكي يعني شوف الروت تاع الباتر انسايزر وين، ولك الروت تاع هيدا اللي حده وين. فهيدا اذا بدي الايبكس يتحرك، شوف هذا الايبكس اللي هون، اذا انا الايبكس بدي احركه يعني الايبكس تاعي بدي احركه بدي اضطر استخدم الفيكس ابلاينسز. فانا هون لما كان هيك وحركته لهالطريقة انا عم بعمل ايبيكال موفمنت للتوث يعني، اوكي. فهيدا اللي عم بيقول لك انديكيشن كاين، بس مثل ما قلت هو الفيكس ابلاينسز اكيد احسن بكثير من الريموفابل ابلاينسز، فهو اتس انديكيتد افري وير مقارنه بالريموفابل ابلاينسز. اوكي هول خلصناهم. السكيلتر انتيريور كروس بايت اكيد اذا في عندي سكيلتر كمان هذا حكينا عنه كثير هذيك السنه
محاضرات الاورثوبيديك والفانكشنال ابلاينز بنستخدم فيس ماس وترابيد ماكساري اكسبند، رح نرجع نفرجه عنه. هو على فكره حكينا عنه، هيدا الدولار فيس ماسك اللي عنده هون تو متل وايرز على الجوانب، هي انا اللي عنده الواير بالنص البتيت فيس ماسك، هو بطبيعه الحال حكينا عنه هذيك السنه، حدا فرجي فيديو عنه. وهيدا اكيد تشينكاب، هول كلهم اكيد اورثوبيديك ابلاينز، هول ما انه فانكشنال ابلاينز، هول ثلاثه كلهم اورثوبيديك ابلاينز. فانكشنال ابلاينز انا بيشتغلوا على المسل مينلي، الاورثوبيديك ابلاينز بيشتغلوا على البون يعني، بس اثنيناتهم بيحاولوا يعملوا كوركشن لسكيلتال ديسكريبنسي. فانا هون اذا كان في عندي سكيلتال ديسكريبنسي حاستخدم الفيس ماسك اللي هو هيدا، اكيد فيس ماسك بستخدمه لشو؟ اذا في عندي الماكسيلا ريترودد بستخدم فيس ماسك حتى اقربها لقدام، تشين كاب ايضا بستخدمه، لما بكون في عندي الماندبل بروترودد كثير بحاول استخدم التشين كاب لحتى اخفف من حتى خفف من نمو المندب اللي قدام. رح فرجي فيديوز، هذا هون في عندي بيشنت كلاس 3، شايفين المندب اللي مقرب كثير بالنسبه للمكزلا، فهذا البيشنت حيستخدم له، في عندي كروس بايت ورا بوستيري، فهذا رح احط جهاز الهايركس، هيدا اللي مثل ما تشوفوا معلق على الهايركس حديدي، هيدي حاستخدمها حتى استخدم الفيس ماسك اسحب المكزلا لقدام. هو حكينا عنه هذيك السنه يعني، هذا اكيد دولار فيس ماسك بحط إلاستيك وبينسحب المكزلة لقدام بينسحب المكزلة لقدام، اوكي ها؟ هيدا عم صرح أورثوبيديك، هيدا إذا في عندي سكيلتال طبيعة الحياة يعني السابقا كان شكله هيك البيشنت، هلا صار شكله هيك تحسن، فطبيعة الحياة إذا في عندي سكيلتال أنتيريور كروس بايت بدي استخدم إذا كان أكيد المكزلة راجع لورا حاستخدم فيس ماسك مع الهايركس. على طبيعة الحال إذا كان في عند الماندبل هو السبب مش المكزيلا استخدم تشينكاب. هذا تشينكاب بيحط فورس على الماندبل بيرجعه لورا يعني. مثل عم تشوفوا عم يرجع الماندبل لورا. فإذا كان في عندي أنتيري كروس بايت يعني هو بيرجع الماندبل لورا بيخلي تشانس المكزيلا يكبر لقدام. أوكي. فهذا بطبيعة الحال التشينكاب. بيفور وآفتر يعني. أوكي. طيب. هذا بخصوص التشينكاب، هذا بطبيعه الحال فرانك 3 ابلاينس، هذا فانكشن ابلاينس هو لحتى نعالج الكلاس 3 فيه، هذا كمان فصلنا عنه العام السابق كثير يعني، فاللي بده يرجع يشوف المود اوف اكشن تاعهم بيرجع لمحاضرات العام السابق. فهذا عم بيقول لك هون الفانكشن ابلاينس فرانك 3 ابلاينس ما بيوز تو كونكت ديفلوبينج كلاس 3 سكيلتر ريليشنز، في عندي سكيلتر كلاس 3 عم تعمل يعني عم تنمى وعم بتصير عم بين بوضوح اكثر، ممكن استخدم الفرانك 3 اللي حتصلح هيدي الانتيريور كروس بايت. هلا اذا في عندك سكلتر انتيريور كروس بايت اكيد بدك تعمل ساعتها اورثوكلاسيك سيرجري، عمليات جراحيه للفك يعني. اذا كان المندبل كثير مقرب لقدام بدي اعمل شيء بسموه مندبل ست باك، برجع المندبل لورا، او اذا كان عندي المكزره كثير متراجع لورا بدي اعمل مكزري ادفانسمنت، او ممكن كمان اعمل كومبينيشن ينعمل مكزري ادفانسمنت وينعمل مندبل ست باك سوا، اذا كان في عندي المكزيلا راجع لورا والمندبل مقرب لقدام اثنيناتهم ساعتها بعمل هالكومبينيشن هالعمليتين يعني. هلا رح فرجي فيديوز عن المندبل ست باك، ست باك اكيد عم رجع لورا، مكزيلا ادفانس باك اكيد عم قرب لقدام، رح فرجي هالعمليات الجراحيه، هذه اكيد بتنعمل بمستشفى اندر جنرال انستيزيا تحت التخدير العام يعني. هذا هون في عنا كلاس 3 كروس بايت ورا سكيلتل، رح ينعمل هون مندبل ست باك، رح يرجع المندبل لورا. اكيد هذا عادة كلاسيكلي اول شيء قبل ما يعمل هالعمليه بيكون حاطط البيشنت اورثو تريتمنت، حط بريسز واسنان الايند، هلا بنحكي عنها اكثر بالاورثوكلاسيك سيرجري ليكتشر، بعدين بعدين بيعمل العمليه الجراحيه، بعدين بعد العمليه الجراحيه كمان في فيس اورثو يعني. في فيس اورثو قبل العمليه بيعمل العمليه بيرجع كمان في فيس اورثو بعدها يعني. فهيدا كلاسيكلي هذا هلا صار في اوقات شيء بسموه سيرجري فيرست، اول شيء بيعمل العمليه بعدين بيركب اورثو، ف حسب البروتوكول المستخدم، بس عاده كلاسيكلي ببلش اول شيء بالاورثو بعد مثلا 9 اشهر ممكن او بعد سنه بيعمل العمليه، بيرجع بعد العمليه بضل عنده 6 7 اشهر بالاورثو حتى نوعا ما نظبط العضه. طيب هيدا هون عيدك عم تشوفوا بريسز يعني، هلا اكيد حيعمل السيرجري هون بارت من الباك
مندبلر بوم بيشيله وبيرجع المندبل لورا، عم يعمل سيت باك، عم يرجع لورا المندبل يعني. اوكي يعني في بارت من ال من ال من المندبل بيشيله، هيدا البارت اللي هون بيشيله اكيد يعني بالمنشار اذا بدكم بالسو، وبعدين بيرجع هيدا البارت المندبل لورا، راح يظبط الكلافي. واكيد هون بيرجع بيحط بليتس هون عشان يثبت المندبل محله يعني، وسكروز يعني يثبت المندبل محله. بتكون اكيد صلح الكلافي، واكيد مثل ما قلنا من بعد هيدا العمليه اكيد بده يكفي بالاورثو عشان يقدر يظبط العضه. طيب هلا رح نشوف المكزيري ادفانسمنت كيف بيقرب المكزيلا لقدام بحاله الكلافي. على طبيعه الحال هيدي لما بيكون في عندي المكزيلا دافيشنت راجع لورا المكزيلا بقدر استخدم السيرجيكال بروسيجر. ما قلنا هيدي اكيد تحت التخدير العام بتنعمل بمستشفى اكيد بيعملها اورال ماكزيلو فيشل سيرجن. البيشنت عنده كلاس 3 بده يتقرب للماكزيلا تاعها. مثل ما شايفين كمان هون في عندي حتى الماكزيلا صغيره، هون مسميها هيدي تو بيس ماكزيلا، بس راح تعرف ايش اسمها تو بيس يعني. هيدا ماكزيلا كروس بايت، في عندي بوستيرير وعندي انتيرير كروس بايت وعندي بوستيرير كروس بايت. هيعمل هالشقوق اكيد هالشقوق رح يخلي المكزيلا يقرب لقدام يعني. هيدي بسموها اذا بدكم لفورت 1. بعدين هون هيدي اسمها عندك اسمها تو بيس، رح يرجع يفصل المكزيلا لاثنين عشان يتخلص من البوستيرير كروس بايت يعني لو فصل المكزيلا مثل ما شايفين هون في عندي بوستيرير كروس بايت. لما هيرجع لهون المكزيلا يفصلها من النص وحيوسع رح يصير رح يقدر اتغلب انا على البوستيرير كروس بايت. واكيد بده بيحط بعدين سكروز وبليتس. هيدي اسمها ماكزيري ادفانسمنت بروسيجر، اكيد بيرجع بيسكروا الاسنان مع الاورثو تريتمنت، ويكون البيشنت عمل له اورثوكلاسيك سيرجري وتصلح الخلل الموجود عنده بالمكزيلا. طيب اذا هيدا حكينا عن المانديبلر سيت باك والمكزيري ادفانسمنت سيرجيكال بروسيجرز. الكوركشن اوف بوستيريور كروس بايت، كيف بنصلح البوستيريور كروس بايت؟ بقول لك كوركشن اوف بوستيريور كروس بايت بيكون يوجوالي اتشيفد باي اكسبانشن اوف ذا ارش اور سيجمنت اوف ذا ارش، يعني يا بوسع الفك كامل او جزء معين اللي هو تو ارشز في محل كروس بايت. طب رح نفرجي امثله. طب شرطنا في عندنا مثل هالكيس، في عندنا بوستيريور كروس بايت على الميلتين. هذا اكيد بطبيعه الحال بدي انا هيك حاله بطبيعه بدي وسع الارش كله يعني كل سنين بدي اعملها اكسبانجن. هون سنين الارش كله بدي اعمله اكسبانجن، طلعه لبرا عشان اتخلص من طبيعه الحاله من الكروس بايت يعني. اكيد على الشمال وعلى اليمين اكيد يعني. مثلا بهيك حالي انا بكون خلصت من الكروس بايت لما عملت اكسبانجن للكل. طيب او عم بيقول لك سيجمنت من الارش يعني قطعه من الارش، رح اشرح كمان. طيب افترضنا انا عندي مثل هالحاله هيدي، اوكي في عندي ميه وحده فيها كروس بايت، واكيد تاكدت انه انا ما عندي فانكشنال كروس بايت يعني، تاكدت انه البيشنت ما عنده فانكشنال كروس بايت يعني مش عم بيصير في عندي اكلوزر انترفيرنس، حتى عم بيصير عندي هيك. طيب هالحاله شو بعمل انا؟ المفروض وسع هيدي الميل اللي هون يعني، اوكي سيجمنت اوف ذا ارش، هيدا السيجمنت اللي هون بوسعه يعني. اوكي طيب هون عم بيقول لك ذا انكلينيشن اوف ذا افكتد تيث شود اولسو بي ايفالويتد يعني. طيب نعطي نشوف شوي هالكيس هون. قال لك الانكلينيشن اوف ذا تيث يعني التورك تاع التيث مهم بيقول لك. طيب انا اذا بنشوف هون التورك تاع هالسيجمنت اللي هون هيدا اللي حاطه، هذا بنشوف كانه الكراون رايح كثير بالاتل. لما بيكون الكراون كثير باتر وانا رح احط فورس عليه من هون شو حيصير؟ الكراون رح يروح ليبيل يعني اذا افترضنا انا حطينا فورس من هالميلي على السيجمنت وعلى كل هالسيجمنت هون يعني حطيت فورس عليه، كيف رح يصلح الكراون؟ رح يروح بهالاتجاه هيدا، رح يروح ليبيل، رح يصلح الكراون ويروح ليبيل يعني. فرجيها كمان من هون تقدر توضح لك. اوكي رح يروح طبيعه الحال ليبيل، هيدا الانكلينيشن اللي كان قبل هيدا فيفرابل. لما بيكون الكراون تبت باراتل انا
دانتري لما احط عليه فورس من البالت الاسبكت شو هيعمل؟ اللي هيروح ليبل اللي هيظبط الانكلينيشن تاعه. بينما اذا كان مثل هيدا اللي هون شوف هذا مثلا كيف هذا كيف عامل الانكلينيشن هون طبيعه الحر اوريدي رايح كتير كيف رايح كتير بكر يعني اذا بشوف الانكلينيشن تاعه باتجاه البكر رايح فهيدا انا اذا بدي صلحه بدي اعمل اذا بدي صلحه واعمل تيبنج لسنين رح اوريدي رح السن اوريدي رح يصير تيبد اكثر من ما كان يعني حصلحه هيك رح يكون تيبد يعني اوكي فهيدا اكيد مش حيكون بطبيعه الحال شيء فيفربل فهيداك عم بقول لك الانكلينيشن اوف ذا تيث كثير مهم يعني تخيل مثلا هو اوريدي هالقد بكى الانكلايند وانا بعد حط عليه فورس من البالاتال يعني رح زيده اكثر بينما مثلا هون بهيدا الكيس مثلا لا بقدر بهيدا الكيس اللي هون بقدر انا ظبط الانكلينيشن تاعه لان هو اوريدي غلط فانا بقدر ظبطه بينما على الميل الثاني لا ما بقدر اعمل انا هالشيء هيك مثلا انا بهيك حالي بقدر اكيد ظبط الكيس بينما هون مثلا هن اوريدي كثير بكلي الكراون تاعهم بكلي انكلايند فهيدا اتس كونترا انديكيتد هون عم بيقول لك الانكلينيشن اوف ذا تيث شود اولسو بي ايفالويتد اتاكد منها يعني ابر ارش اكسبانشن بيقول لك مثل ما اللي شرحته من شوي يعني بيقول لك ابر ارش اكسبانشن از مور لايكلي تو بي ستيبل اف ذا تيث تو بي موفد وير تلتد بالت الانيشالي مثل ما حكيت يعني المفروض حتى يكون في عندي المفروض تكون مثل هون هو اثنين they are tipped palatally عندهم palatal tipping بقدر صلحهم اذا عملت لهم expansion dentally يعني اوكي بهالطريقه يعني فهو عم بيقول لك هون upper arch expansion بعمل expansion انا is more likely to be stable عندما يكون stable if the teeth to be moved where tilted palate initially يعني يكونوا اثنين كانوا اول شيء مثل ما كانوا مثل ما فرجيت انا على الفيديو بقى لما يكون اول شيء tilted initially palatal بقدر صلحهم بصير في عندهم بعدين buccal inclination طيب هلا شو علاج مثلا single tooth في cross bite بيقول لك extraction of tooth in cross bite is severely displaced اذا كان السن كتير رايح لورا بنعمله اكستراكشن حفرجي ممتل يعني افترضنا في عندي مثل هالكيس شايفين البالاتل هيدا السكند بريمورا قديش بعيد اكيد على هيدا حيكون هون بكروس بايت بالنسبه للباقي السنان فهيدا اكستراكشن يعني بهيك حال اذا كان السن هالقد بعيد سيفير ديسبليس لهون بتعمل له اكستراكشن يعني اوكي فهيدا اكستراكشن اوف ذا توث ان كروس بايت سيفير ديسبليس مثل ما شفنا يعني من شوي بقول لك movement of the space tooth and drawing of arch using انه انا كيف ممكن حركة التوث محله ارجع ان هو كان بكروس بايت كيف ممكن رده بدي استخدم اي ابلاينس بقول لك removable ابلاينس with the screw مثل هيدا اللي هون مثلا في عندي سن واحد بحط screw ابلاينس هذا حكينا عنه هذيك سن removable appliances طبيعة الحال حيفش هذا السن لبرا اوكي هذا او بقول لك بدي استخدم تي سبرينج هاي كمان تي سبرينج حكينا عنه بالمحاضرات ريموفبل ابلاينس هذا هون التي سبرينج رح ورجي كمان صوره ثانيه عنه هيدا الصوره لتي سبرينج اوكي هيدا الصوره هون التي سبرينج اكيد بدي احط ريموفبل ابلاينس بعد عليها باكريل وهالشغلات يعني رح حكينا عنه من هذيك السنه فهيدا كمان ممكن يرجعه هلا اكيد هو مثل ما قلنا نوعا ما ابلاينس شوي قدام هلا بنقدر نعمل فيكست ابلاينس اكيد بدعتي نتيجه اسرع واحسن يعني هلا بطبيعة الحال بقول لك بالسكرو او بالتي سبرينج شو حيعطيك بيعطيك مش حيعطيك بادي موفمنت اوكي بيعطيك تيبنج اللي حيشرح طردنا انا عندي مثل هيدا البريمولر قاعد بكروس بايت هيدا مثل ما شايفينه الانكلينيشن تاعه الدور تاعه كتير غلط فهيدا التي سبرينج او طبيعة الحال التي سبرينج او السكرو ابلاينس كيف رح يصلحه رح يعمل له بكر تيبنج واكيد هيدا حيكون شيء صحيح يعني لان اوريدي التوث كان كثير بلاتي تيبت انا لحتى ظبطه بحاجه ظبط الانكلينيشن تاعيته طيب اذا كان افترضنا في عندي السن رايح هيك اكيد هيدا الريموفبل ابلاينس التي سبرينج او
او بالسكرو مش حيفيد لي، يعني مش حيقدر ياخده مثل هيك بدلي اللي فيه يعملوا التي سبرينج او الـ او الـ او السكرو انه بياخد السن تيبينج ليبيلي. بينما بالفيكس ابلاينسز بقدر انا اذا يعني بدي اخد بدلي موفمنت بقدر جيبه بدري. هلا اكيد بالفيكس ابلاينسز مش دغري رح جيبه بدري، بالفيكس ابلاينسز فعليا رح يصير اول شيء رح ينعمل تيبينج مع شويه بدري موفمنت بطبيعه الحال. هلا بس اخر شيء اللي في اعمله بالفيكس ابلاينسز شو هو؟ انه هيدا انا بقدر ظبط التورك تاعي على السن، يعني هذا بقدر بعدين بظبط التورك، بينما بالريموفبل ابلاينسز اي كانت. اوكي، فبالفيكس ابلاينسز اذا بدي بدلي موفمنت اتس انديكيتد لبدلي موفمنت بنقي. هلا دائما اجمالا فعليا بالحياه العمليه فيكس ابلاينسز صاروا بيستخدموه، ما عادش يستخدموا التي سبرينج وهالشغلات. يعني هلا سكرو ابلاينس ممكن عنده استعمالات اكثر اكيد من التي سبرينج، يعني بس انه الفيكس ابلاينسز مينلي هو اكثر شيء يستخدم. طيب الفيكس ابلاينس اذا بدك بدري مو بتستخدم فيكس ابلاينس، عم بيقول لك هون ريموفبل وسكرو او تي سبرينج بتستخدمهم اذا بدك تيبينج موفمنت. يعني اكيد في فيكس اورثنتيك ابلاينس فيك تستخدمهم بالكروس كروس الاستكس، رح اشرح هذا كمان حكينا عنه هذيك السنه. هلا اذا انا عندي كروس بايت في شيء بسموه هذيك السنه كنا نسميه كريس كروس الاستكس، بحط الاستيك من هون في عندي فرجيك انه في عندي كروس بايت، بحط اكيد فيكس ابلاينسز وبحط الاستيك من شو اسمه من الدور مولرز للابر مولرز. بنحط من البلاتر سيرفيس اوف ذا ابر مولرز لللور للبكر سيرفيس اوف ذا لور موس. طبيعه الحال هيدا اللور تيف عم بيروحوا بهالاتجاه هون والابر تيث عم بيروحوا بهالاتجاه هون، فبطبيعه الحال بيساعدونا اتخلص من الكروس بايت. بعيد الكروس كروس الاستكس بتاخذ المانديبلر تيث طبيعه الحال لينجوال، وبتاخذ الابر تيث بتاخذهم باكل، فبتساعدني حتى اتخلص من الكروس بايت. اوكي اسمها كريس كروس الاستيك هيدي. وانا عم بقول لك فيكس اورثنتيك ابلاينس وذ كروس الاستكس او كريس كروس، هي بسموها كروس اللي شفناها من شويه. بقول لك الكوركشن اوف كروس بايت ريكوايرز موفينج اوف ذا اوبوزينج تيث ان اوبوزيت دايركشن. انا اذا بحاجه يعني تشرح يعني شو عم بقول لك، اذا انت هون بحاجه تحرك الابر مولر تاخذهم باكل واللور مولر تاخذهم لينجوال تستخدم الكروس بايت بتستخدم كريس كروس الاستيك. هلا هيدا كمان الشيء مش كثير دقيق، في شيء بسموه الفيكس ابلاينسز الانكورج كنترول. انا اذا بحط فوق واير، اذا بحط تحت واير كتير هافي، يعني خدنا شوية على الواير، اذا بسكر السلوت وبقدر احط فوق بس مثلا راوند واير، بقدر نوعا ما اللي تحت نحركه وحرك اللي فوق. فهو الانديكيشن تاعيته هيدا يعني مش كتير مزبوطة، عرفت؟ لان بالفيكس ابلاينس اذا بحط هون واير فول بسكره، يعني بحط اذا عندي 18 انش سلوت بحط 18 باي 22 واير ستينلس ستيل، وفوق مثلا بحط 16 واير 16 راوند واير بقلب سلوت 18، ساعتها هيدا السيجمنت اللي فوق رح يتحرك، هيدا السيجمنت اللي تحت مش رح يتحرك نوعا ما. بس هو هون قايل لك اذا بدك اوبوزنج اكشنز بالميلتين. اكيد بطبيعه الحال لما بحط انا هون تحت هافي واير المينلي الموفمنت اللي حتصير بس بالابر، باللور ما حيصير في عندي موفمنت. بس انسيها، انا عم اقول لك شو هو فعليا الاورثو المضبوط. بس هو عم بيقول لك هون انه كريس كروس لازم تستخدمها اذا بدك تحرك هو لبرا واللور لشو. بس مثل عم بقول لك بالفيكس كلينيكلي اذا بتكبر حجم الواير بتقدم حتى تستخدم كروس الاستكس من دون الانديكيشن تاعيتها. ما علينا، هلا حنمشي باللي هو بده اياه. طيب هون عم بيقول لك اذا في عندك narrow palate with normal inclination of posterior teeth، بطبيعة الحال هون مضطر استخدم شو
سكيلتال اكسبانجن يعني هيدي انديكيتد فور سكيلتال. اذا في عندي البلت نارو هون والسنين عندهم نورمال انكلينيشن اي دو سكيلتال اكسبانجن. هلا اذا كان في عندي نورمال ويدث اوف ذا بلت والسنين تلتت هيدا اكيد بدي استخدم دنتال اكسبانجن يعني بوسع السنين دنتالي. باول كيس بدي افتح السوتشر بدي افتح وبدي استخدم هايركس. بالحالة الثانية بدي استخدم دنتال ابلاينسز حتى غير الرونج تيبينج تاع السنين يعني اوكي حتى اقدر اعملهم اكسبانجن. طيب هول مثل ما عرفنا هيدا الميد بارتر سكرو اكسبانجن اكيد بياخد هالسيجمنت لهون وهيدي السيجمنت اللي هون بياخدها لهون كمان. سنجل سكرو بس حياخد هيدا لبرا لانه عم يستخدم انكورج كتير فعليا اللي حيتحرك هو هيدا السن فعليا كل هالسيجمنت مش حيتحرك. هيدا هون سكرو فور سيجمنتال كروس بايت عندي سيجمنت بطبيعه الحال اخد انكورج بكل هالسنين في عندي بس وسط ان فعليا هول اللي حيتحرك هوليك حيتحرك وشي طفيف وحكينا عنه هذيك السنه بالريموفبل ابلاينسز. وهيدا هون التي سبرينج اكيد بيتفش هيدا البريمودر لبرا هيدي هون الكروس الاستيك. اليونياترال سيجمنتال باكل كروس بايت كيف بنعالجها؟ هلا مثل ما عرفنا في عندنا هيدي ممكن تكون مع ديسبيسمنت وداوت ديسبيسمنت. طيب مع ديسبيسمنت كيف بعالجها؟ بقول لك بايلاترال اكسبانشن اوف ذا ارش بعمل الاكسبانشن للارش كيف؟ ريموفبل ابلاينس وذ اكسبانشن سكرو يعني مثل هيدا اللي هون بحط اكسبانشن سكرو وبس رح نفرجي فيديو تنذكر بس شو هو ريموفبل ابلاينس. هيدا هون ريموفبل ابلاينسز هون اللي عرضه هو ابر ولور اكيد نحن حنستخدم بالكروس بايت عندي باك الكروس بايت حنستخدم اكيد بالابر. نرد جو عم بيقول لك هون كمان هلا هون عم فرجيك نرد جو عاده بالكروس بايت بيكون في عندنا نرد جو بس بالابر اوكي. فهون هيدا هون سكرو في هذا سكرو هون هيدا سكرو هيدا هون عندي اكيد لما انا بفعل سكرو هيدا البليت رح ينزح لهون وهيدا البليت رح ينزح لهون. هون انا فصلت عنهم كثير هذيك السنه بمحاضره ريموفبل ابلاينسز اللي بده يرجع يتذكر يشوف الفيديوز هيدا بيوسع بهالطريقه. واكيد لما حيوسع اذا كان في عندي سنين هون هو عم بيوسع الجهاز بده يروح على الميله هو سنين يروح على الميله فحيوسعوا طبيعه الحال المكسل اكيد. هذا ريموفبل بيتشغل ب بكي في كي بينحط مفتاح بينحط بالتم حتى يتفعل. هلا هيدا بما انه ريموفبل بنقدر نفعله برا يعني عمليه تفعيله بتكون الاكتيفيشن تاعيته برا او هيدا المفتاح هون عم يفعله برا. هلا اذا كان فيكس ديفايس اكيد بفعله بالتم يعني هون عم بيوسع اوكي. وحكينا عنهم البروتوكولز الاكسبانشن هذيك السنه يعني اوكي. فهيدا لما اكيد طبيعه الحال حيوسع مكزلا. هيدا بالنسبه للريموفال هيدا مينلي يستخدم عند النوع ما الاطفال يعني بالادلتس ممكن استخدم كواد هيليكس اذا بدي اعمل دنتال اكسبانشن. هلا هيدا هون مينلي بيعطي دنتال اكسبانشن ما بيعطي سكيلتال اكسبانشن يعني اوكي. هيدا الريموفبل ابلاينس يعني ما بيفتح سوتشر مينلي بيحرك اسنان اذا كانوا اسنان تيب بالاتل هيدا انديكيتد له بياخذهم من بالات لتيب نوعا ما لانه عم بيحط عليهم فورس من البالاتل لهم فرح يظبط التيب نوعا ما تاعهم التورك قصدي تاعهم فحيصيروا نوعا ما ستريت او شوي يكونوا بكلي انكلاين اوكي. طلع نفرجي كمان الكواد هيليكس هون عم بيقول لك ريموفبل ابلاينز وذ اكسبانشن سكرو هون عم يحكي على الكواد هيليكس. هلا رح نفرجي الكواد هيليكس. طيب هذا هون بسموه كواد هيليكس. ليش بسموه كواد؟ عنده اربع هيليكس كواد يعني اربع واحد اثنين ثلاثه أربعة هذا بيسموه كواد هيليكس. طيب أنا هون في عندي بكر كروس بايت هون على الميل هنشوف الميل التاني كمان في عندي بكر كروس بايت أوكي. في عندنا كروس بايت على الميلتين فهون هنستخدم كواد هيليكس. هذا الكواد أكيد هذا بيكون غالبا فيكست أو إذا كان ريموفابل بيكون في عندك هون شيء. هذيك السنة حكينا بالفيكست أبلاينسز إلنا في شيء بيقعد على 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 البان بنسميها شيء مثل إذا بدكم شيء بيتعلق على الباند او بينعمل له سولدرينج على الباند حتى يقدر يفوت فيه الجهاز. هيدا ساعتها بيكون ساعتها الريموف الكواد هيليكس ريموفبل اكيد مش البيشنت بيشيله. هيدا في عندك ريموفبل كواد هيليكس بس هيدا مش البيشنت بيشيله الحكيم التقويم هو اللي بيقدر يشيله. هلا هيدا اللي هون فيكس هيدا بنعمل له سولدر هون متلحم يعني ففي منهم نوعين في منهم بيكون
ريموفابل في منهم بيكون فيكس، بس مثل ما قلنا ريموفابل مش المريض بيشيله، بيشيله هو حكيم التقويم. هذا هون عم يفتحوا للجهاز هون، لأن هو حكي بالمحاضرة على الاكتيفيشن. طيب انا هذا اذا افترضنا عندي هون المودر، كيف هذا الجهاز بدي افتحه؟ بالمنطق بدي اخذ هذا لهون الارم وهذا الارم لهون، او بقدر كمان اذا بحط البلاير هون انا رح افتح هذا كله، اذا بحط هون البلاير هون وباخذ لهون كمان رح افتح هذا اللي هون كله. اوكي هذا بسموه الاكتيفيشن. هون عم يوسع هو، يعني على اساس هو هيك حيفوت بيتم البيشنت، رح يفوت بيتم البيشنت كونتراكتد رح يلزقه اكيد، عنده تندنسي يرجع للشكل السابق له فحيعمل اكسبانجن. اوكي يعني رح ارجع عيد هو حكي عنها بالمحاضره هيدي، هيدا هو وسعه للارش. اذا بتشوفوا المولر، وين المولر؟ المولر من هون لهون، هيدا الانتر مولر ويدث من هون لهون. اذا بتقارنوا الويدث للبراكتس من هون لهون حتلاقوا الويدث اوف ذا براكتس اكبر. طيب هلا هو تقريبا لما صغره، هلا هو كمان كان لازم يحطهم على المولرز. هو لما التعليق رح يلزقوا بالعياده رح يصير الباند ويدث من هون لهون قد الويدث من هون لهون، يعني during cementation of the device اللي حيصير الباند ويدث من هون لهون قد الانتر مولر ويدث تقريبا. اوكي هو بس قبل ما يعملوا سيمنتيشن رح يكون اوريدي موسع للجهاز، يعني حيكون اوريدي الكواد هيليكس موسع، بس هو عم بينزله بتم المريض رح الجهاز رح ينعمل له نوعا ما كومبريشن، رح ينضغط عشان يقدر لزقه. بعدين اكيد لما حلزقه هو حده تندنسي يرجع لهون، فحياخذ السنين معه يعني. اوكي هلا هيدا يمكن مش كتير مطلوب منك، هو حكي شويه عنه بالمحاضره يعني. اوكي رح حياخذ الجهاز يوسع، هذا اسمه الكواد هيليكس يعني. هلا عم بيقول لك هون فيكس اورثونتيك ابلاينس، اذا بتحط بريس بتعمل اكسبانشن، مثل مثلا الدامون براكتس وغير الدامون براكتس اكيد، بس اشهر شيء الدامون يعني، تعمل اكسبانشن بس بالفيكس اورثونتيك. بقول لك ماي ديجري اوف ارش اكسبانشن، اذا بدك شويه اكسبانشن مش كثير، كان بي بروت باي يوزنج ارش وايرز، بستخدم ارش وايرز اور ابلاينس لايك ترانسبارنتد ارش. ترانسبارنتد ارش هو هيدا اللي هون جايب عنه صوره، هذا اسمه ترانسبارنتد ارش. هذا كمان نوعا ما بقدر استخدمه لتوسيع الانتر مولر ويدث مينلي، او اذا بدي اعمل كمان روتيشن للمولر بقدر استخدمه يعني. اوكي طيب رح افرجي كمان فيديو على الاكسبانجن بالفيكس ابلاينسز. طيب هون انا في عندي رح نوسع الاكسبانجن باستخدام الفيكس ابلاينسز. اجمالا الواير بيجي نوعا ما عريض، اوكي بيجي الواير عريض هون يعني، خصوصا بوستيريور يعني بيجي الواير عريض يعني. اوكي فهيدا بحطه رح يوسع لي اكيد هون دنت اللي حيعمل اكسبانجن. اوكي هيدا يوزنج فيكس ابلاينسز. هلا باليونيلاترال، هلا without displacement الحمد لله مش مفصل لك عنها كثير، قايل لك بس unilateral segmental expansion of the arch، هو رح اقول لك شو، بس مش حاحكي باي ديفايسز لانه نوعا ما كومبليكيتد لك، رح احكي بس شو بنعمل هون يعني. افترضنا في عندنا unilateral cross bite مثل هاللي هون، على الميله الثانيه ما عندي cross bite يعني، في عندي unilateral cross bite بس على ميله واحده وانا ما عندي functional displacement يعني ما عندي displacement. هيدي كيف بنصلحها؟ بنصلحها بطبيعه الحال ناخذ بس نعمل expansion على ميله واحده. اوكي انت اكيد هو مش حكي التكنيكس اللي بنوسع فيها unilateral فمش رح فوت فيها. اوكي فانا عم بقول لك بنوسع على هالميله الواحده. طيب اذا عندي بايلاترال بكري كروس بايت شو عم بيقول لك هون؟ بيقول لك اكسبتنس وذ نو تريتمنت. شو يعني؟ طيب بدي احكي هون قبل ما اشرح شو قال، بدنا نرجع نتذكر شوي صغير، قلنا هيدا بنسميها ابنورمال كاسب تو فوسا ريليشن شيب، وهيدي هون بنسميها نورمال فوسا تو كاسب ريليشن شيب. بيكون البالت اللي قاعد البالت الكاسب قاعد بالفوسا تاع اللور، هيدا بنسميه نورمال كاسب تو فوسا. لما هيدا بيكون البك الكاسب على يعني الابر قاعد بالفوسا لللور بنسميه ابنورمال. هلا فعليا الافشنسي بتشومي الفعاليه بالمضغ
منا كتير مختلفة بين هيدا وبين هيدا، يعني هيدا النورمال بايت، هيدا هيدا العضة اللي هون أحسن من هيدي، بس منا كتير فرق العضة. فهون شو عم بيقلك بالمحاضرة؟ بيقلك إذا عنده patient bilateral back cross bite، عنده على الميلتين cross bite، أوكي؟ عنده على الميلتين cross bite، وشو قصده؟ يعني عنده هيدا type of occlusion، يعني عنده هيدا type، البك الكسب قاعد بالفصة والبك الكسب قاعد بالفصة. في يكون عندي انا بك الكروس بايت ومش قاعد بالفصه، قاعد تنقول قاعد لعلم وين، يعني حتى اشرح لك وين هجيب قلم واشرح. مثل هالكونفيجريشن اذا قاعد البك الكسب قاعد بالفصه، هيدا مثل ما قلنا عنده الافيشنسي تاعيته، الفعاليه بالمضغ مثل هيدا اللي هون، مثل كانه الباراتال قاعد بالفصه. لا اكيد الباراتال كسب اكبر، فالبيشنت رح يكون قوه المضغ اكبر. يعني هون مثل ما تشوفوا البك الكسب طبيعه الحال اصغر، فقوه المضغ اقل، بس بقول لك ما في فرق كتير. هلا اذا كان البك الكسب يعني قاعد على هالخط هون مش قاعد بالفصه، او قاعد هيدا الخط اللي هون، لا هيدي ساعتها بدي يفضل صلحها. اذا كان قاعد البك الكسب قاعد بالفصه هون، عنده الافيشنسي بتشوينج نوعا ما مقاربه لهيدي، بينما مثلا اذا كان قاعد بمحل اعلى او بمحل اعلى هون، عندي بك الكروس لايت، بس هيدي بطبيعه الحال الفعاليه ما حتكون بالمضغ مثل الفعاليه اللي هون، اوكي؟ بعيد. اذا بك الكروس بايت البك الكسب قاعد بالفصه مثل ما هون مثلا البلات الكسب قاعد بالفصه، هيدي في عندي تشوينج افيشنسي جيد. هلا اذا البك الكسب ما كان قاعد بالفصة، قاعد بمحل اعلى هون او هون، ساعتها نوعا ما الافيشنسي اكيد رح تكون اقل، يعني اوكي. طيب هلا هيدي اللي عم اقولها ليش، شو عم بيقول لك بالمحاضره؟ بيقول لك acceptance with no treatment. اذا عندك بيشنت عنده بايلاترال بك الكروس بايت، مثل هيدي الحاله اللي هون، اذا بيشنت عنده بايلاترال بك الكروس بايت، بيقول لك acceptance with no treatment. بيشرح لك ليش تحت، ليش بيقول لك a bilateral cross bite is probably، يعني لحد ما او احتماليا، يعني بشكل اكبر، كلمه probably يعني الاحتمال اكثر يكون هيك، as efficient for chewing، يعني efficient فعاله بالمضغ، efficient فعال chewing مضغ، as efficient for chewing as the normal back-to-ringual relationship. يعني عم بيقول لك الكيس اللي هون، هيدي الابنورمال كاسب تفصها ريليشن شيب، تقريبا فعاليتها او probably مثل فعاليه النورمال كاسب تفصها ريليشن شيب. عيدك اذا كان في عندي بايلاتر البكر كروس بايت مثلا، وبيشنت ادلت، بيشنت كبير بالعمر مثلا، مش ضروري ومش عم بيعاني من شيء تاني نوعا ما، يعني ما عنده شكاوي تانية، مش ضروري صلح العضه، لان هي بالتشوينج بالافيشنسي بالاكل نوعا ما مقاربه لهيدا. لحتى نشوف هون بس كمان شغله، اذا انا عندي هون بهالحاله عندي هيدي نورمال كاست تو فشا ريليشن شيب، بيقول لك البايتنج هون بهالميله بيكون مقارب لهيدي اللي هون، اوكي؟ يعني نوعا ما النورمال كاست تو فشا ريليشن شيب، البايتنج افيشنسي، قوه المضغ او تشوينج افيشنسي تقريبا مثل هيدي. اذا انا في عندي مثل هيك بايلاترال، يعني هيدا كروس بايت مثل هالشكل اللي هون، هيدا اكيد بيكون نوعا ما افيشنت. يعني هن انا مش ضروري اغير عضه المريض اذا المريض ما عنده مشاكل تانية، واذا كان كبير بالعمر اكيد، يعني اوكي. هلا اذا كانت العضه مثلا، حتى اعطي مثلا، اذا كانت العضه هيدا السن اللي هون مثلا، اجي اقرب شوي لقدام، نوعا ما اذا العضه صارت هون كسب وكسب، بطل الكسب تفصع، عم نشوف هون صار نوعا ما كسب وكسب، بطل كسب وفصة، نوعا ما هيدي اكيد العضة منا افيشنت مثل ما كانت قبل، مثل ما انه قاعد كان المودر بالفصة هون، هيدي اكيد منا از افيشنت. يعني هيدا البوزيشن اللي هون لانه عم بيعض تقريبا على الكسب، اكيد منه افيشنت. هيدا بطبيعة الحال ما في يقول عنه مثل هيدا اللي هون، يعني اوكي، الكسب وفصة ريليشن شيب، اوكي. طيب مثلا بالبايلاترال باك الكروس بايت اكسبتنس نو تريتمنت، اذا في عندي الريليشن شيب شو هي؟ مثل هيدي اللي هون، البك الفصه قاعد البك الكسب قاعد
بتاع الابر قاعد باللور فوسطه بتاع اللور. وهلا اكيد يعني هيدا عم نحكي انه مايلي بالقدر تاكد اذا في عندي تشايلد لا بصلحها يعني. هيدا عم نحكي مايلي اكسبتنس وذ نوت تريتمنت عم بحكي بالقدر. ليش؟ لان بالقدر حتى اصلحها شو بدي استخدم هلا حنشوف شو هو السيربي او هلا مع الماربي صارت نوعا مش ماشي شغلات اهين. بس قبل كني اقول لك هيك ليش اكسبتنس وذ نوت تريتمنت رح شيء اسمه سيربي رح احكي عنه هلا يعني اوكي. فعيداك كني اقول لك اكسبتنس وذ نوت تريتمنت. كمان كني اقول لك شو انه بالبياتر البك الكروس بايت في عندها الافشنسي تقريبا مثل النورمال ريليشن شيب. هلا رح احكي بالسيفير سكالت الكيسز لا تنفهم معك اكثر هيدي النقطه اللي فوق ليش كان يقول اكسبتنس وذ نوت تريتمنت. طيب حكي شوي على الهايركس. هذا شو هو الهايركس؟ رابيد ماكسيري اكسباند رح فرجي فيديو عليه. هيدا عم بيقول لك تستخدمه امتى بالسيفير سكالت الكيسز. انا بدك تفتح السويتش مش بس بدك تنتر اكسبانجن بدك سكالت الاكسبانجن. لما يكون بدك سكالت الاكسبانجن بتستخدم الهايركس. هلا هيدا مين الهايركس؟ يستخدم البيشنتس تقريبا اللي تحت ال 14 سنه اجمالا يعني باغلب الحالات. ممكن بعد ال 14 سنه ما اقدر افتح السوتشرز بصير بدي لحتى افتح السوتشر بصير بدي اعمل سيرجيكال اسيستنس بدي باستخدام الجراحه في شيء اسمه ساربي. اوكي ساربي اس اي ار بي بدي استخدمها مع الهايركس. هلا حنحكي عنها. هلا مؤخرا حديثا صار في شيء صار بالاشخاص اللي عمرهم فوق 14 سنه تقريبا بقدر استخدم شيء اسمه الماربي. اكيد بقدر استخدمها للاشخاص لقلب الماربي بس انه اجمالا الماربي تستخدم نوعا ما للاشخاص الادلت. اوكي هلا رح احكي شيء رح فرجي شوي على هذا الهايركس شو هو اول شيء بعدين نفصل شوي اكثر. طيب انا هون في عندي كروس بايت على البايلاترال كروس بايت. اوكي هذا الهايركس اكسباندر هون هيدا في سكرو بينحط بقلبه كي بينفتح هيدا الجهاز بيروح هيدا لهون بيروح هيدا البارت لهون. واكيد هيدا بوسع مثل ما قلنا سكيلتون بوسع السوتشر بحطه بطبيعة الحال. وهيدا في عنده مثل هيدا الكي هول المفتاح بفوت بقلب الكي هول. هيدا على فكرة اللي شفناه هلا هيدا حكينا عنه هديك السنة بالريموفابل ابلاينسز. هيدا هو كورتر تيرن. هيدا بيكون فيه هيدا اللي بده يعني ياخذ يرجع معلومات عنه يراجع ريموفابل ابلاينسز بالمحاضره. الا هيدا هون في عنده كي هول وهيدا الكي عم بفوت بقلبه. وقلنا هيدي كلمه بتبين كي هيدي معناتها كورتر تيرن. هيدا هون برم كورتر تيرن ربع برمي يعني ربع دائره برم. هيدا كورتر تيرن ثاني صار غامل لهلا هاف يعني. اوكي وهيدا بطبيعه الحال لما رح يعملوا هيدا حيفتح السوتشر يعني. رح نبرجي بعد فيديو حتى توضح المود اوف اكشن تاعه. اكيد لما حيفتح بالهايركس لان السوتشر انفتح رح يصير في عندي هون دايستما. اوكي هيدي دايستما مع الوقت بترجع بتسكر لحالها. طيب او اذا اضطرينا نسكرها بالاورثو يعني بعد فتره معينه. طيب انا هلا في عندي ادلت بيشنت وعنده بايلاترال بوستيريور كروس بايت. هيدا كيف بدي اعمله؟ هيدا بدي اعمل عمليه جراحيه بدي اعمل شيء اسمه ساربي سيرجيكلي اسيستد كاتبين او سيرجيكلي اسيستد. هلا ناقصه هون ربط بارت الاكسبانجن. اوكي ساربي هيدا اكيد كمان بدي احط الهايركس. بس بتقول لنا الهايركس بيشتغل عند مين؟ عند الاشخاص اللي منهم سكريتلي ماتشور تحت ال 14 تقريبا فور 14 الهايركس لحاله يعني نوعا ما بيصير اصعب يشتغل. اوكي بصير بدي اضطر استخدم هيدي الساربي او بعد شوي اللي حنشوفها الماربي يعني. اوكي ساربي سيرجيكال اسيستد ربط بارت الاكسبانجن. طيب شو حيعمل هون؟ لحتى يشتغل الجهاز بده يعمل هون عمليه شو؟ بده يقص الماكسيلا. اوكي بده يبلش يعمل كاتنج للماكسيلا. اوكي هيعمل عمليه جراحيه. هذه بارت الاورثوغنوتيك سيرجريز. بعد ما عمل العمليه الجراحيه هلا صار بيقدر يفتح. شايفين السوتشر اللي هون كيف انفتح؟ كنت بحكي لكم شوي كيف السوتشر بينفتح. هذا السوتشر كيف انفتح هون سوتشر. هيدا الميد بالاتر سوتشر كيف انفتح. هيدا الهايركس بيعمل سكيلتال اكسبانجن بيفتح السوتشر. اوكي مثل ما قلنا بالاشخاص ممكن الصغار بالعمر الهايركس ما بدي اعمل عمليه جراحيه السوتشر بتنفتح من دون اي عمليه جراحيه. اوكي بس بينما بالادلت بيبول
يا بدي استخدم السارفي اللي هو هذا السيرجي اسيست ترابيت بالاتر، او بدي استخدم شيء اسمه شوي من سكرو اسيست ترابيت بالاتر اكسبانشن. رح اشوف بدي استخدم شيء اسمه الماربي. اوكي هلا الماربي صار كثير هلا منشر وعم يعطي نتائج كثير منيحه، فنوعا ما هيدي العمليه نوعا ما قلت يعني اذا الماربي ما مشي حاله ساعتها بعمل هالعمليه الجراحيه اذا بدي وسع المكزلة. فالخيار الاول بيكون هو عاده الماربي، اذا الماربي فشل برجع بروح على السيرجيكلي اساسد رابيد بالاتر اكسبانشن. هلا كمان الماربي صار في كثير تكنيكس يعني مش حنفوت ديتيلز فيها. هو طبيعة الحال حيفتح مثل ما قلنا فتح السوتشر، في عم يفتح السوتشر هون متى عمل العملية فتح السوتشر. هون لما قلنا acceptance with no treatment ليه قلنا هيك نحن؟ لأن كنا قبل historically كما نعمل السارفي حتى تتمشي العملية، وهيدي عملية مثل شفتوا صعبة يعني عم شق المكزلة لاثنين واشتغل فيها يعني شغل surgical وجنرال anesthesia فكنا نقله للبي كان يقولوا له للبيشنت قبل no treatment خلص غير بالوضع اللي انت فيه وقال له بدي كنا نعمل لك هالعملية. هلا هون بيقول لك اذا بتقرا هون بيقول لك من سكرو اسيستد رابيد بالاتر اكسبانشن اند سيرجيكلي اسيستد رابيد ار فريكوينتلي يوزد موداليتيز. هو الايت عم يستخدم رح نشوف هلا الماربي اوف ار ام اي ان رابيد ماكسيلري اكسبانشن ايمتى بريفيرد ان سكيلتلي ماتشور انديفيدجوالز. انتبهوا هول بسكيلتلي ماتشور بالاشخاص اللي تقريبا النمو وقف عندهم وصار في نوعا ما كثير قاسي السوتشرز. اوكي ليش بقول لك بدك تستخدم الساربي والماربي تو اوفركم بوتنشال سوتشر ريزيستنس؟ لان السوتشر في عنده ريزيستنس حتى يفتح. اذا بدي استخدم هايركس لحاله من دون ماربي او من دون ساربي السوتشر عنده ريزيستنس ما عم حتخليني يعني انا اذا 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 بس بحط هيدا الجهاز مثلا من دون ماربي او من دون ساربي هيدا السوتشر اللي هون ما حتفتح يعني. اوكي ما حتفتح، حيكون هون في عنا سكالت الماتوريشن العظم كثير قاسي مش رح يفتح. فهيك الهايركس لحاله بيفشل، مضطر يا استخدم من سكرو رح اشوف بعد شويه او مضطر اعمل عمليه جراحيه. هلا رح نشوف الماربي ابلاينس. طيب لحتى نشوف شو هو هذا الماربي، هذا هون الجهاز عم ينحط، هذا بسموه ام اس اي ماكسيلري سكيلتال اكسباندر، هذا بسموه الام اس اي. اذا بتشوفوا هون رح اعمل زوم عليه في محل هون بده يفوت من سكرو 1 2 3 4 هول بهالمحلات رح تشوفوا هلا بعد شوي رح يفوت من سكرو بقلبه. هذا الجهاز اسمه ام اس اي ماكسيلري سكيلتال اكسباندر. اوكي هيدا الجهاز مثل ما هون معلق باند وفي عنا هون تو وايرز ورح يلزقوا اكيد. هلا هيدا عم تشوفوا حاطين هون الجي اي سي، جي اي سي عم يلزق الجهاز بالتم جي اي سي. هيدا عم يستخدم باند بوشر حتى يحطه محله للجهاز نتس كوركت بوزيشن. هلا بعد ما لزق هون لزق الجهاز يعني هلا هيدا هون عم بيشيل الاكسس بسكير عم بيشيل الاكسس جي اي سي يعني جي اي سي الاكسس اللي هون الموجود على الباند اللي هون يعني عم بيشيله بس حتى ما يعمل بعدين وايت سبوت ليجز بالشركه. هلا هون عم يعطي بالجريتر بالاتايم فورامن انستيزيا بين 6 و ورا يعني بين 6 و 7. اوكي هلا عم يفوت من سكروز. عم بفوت هذا بهذا اللي هو عم بفوت الميني سكرو يعني. عم بفوت الميني سكرو هون. حيفوت اكيد اربعة. هلا هيدا ركب جهاز الماربي. هلا هيدا جهاز الماربي بيقدر يفتح السوتشر نوعا ما بكثير حالات بالادرتس بيفتحهم. هلا بعض الحالات ممكن تفشل ممكن يعني. هلا بعض الحالات شو يعني هلا مؤخرا بعض الحالات قبل ما يحط هذا الميني سكرو هون بجيب هذا الميني سكرو بيصير يفوتوا بالسوتشر بكذا محل يعني هذا المين سكرو قبل ما يبرغيه هون بجيب هذا المين سكرو بيفوتوا هون وهون 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 وهون. ليش؟ بيقول لك انا هيك عم ضاعف السوتشر عرفتوا؟ فبيرجع بيحط المين سكرو هون بهذا المحل. تكنيكس لاستخدامه. هلا هيدا اكيد المفتاح لحتى يعمل اوبننج للهايركس جهاز الهايركس يعني.
هيدا شفنا الفيديو للماربي. طيب جهاز الماربي اللي شفناه من شوي مثل شو بيعمل؟ كيف العمليه الجراحيه السيرجيكال اسيستر باتل اكسبانشن بتفتح لي السوتشر؟ الماربي انا مش بحاجه لعمليه جراحيه، هينفتح السوتشر لحاله اكيد. ببعض الحالات، في بعض الحالات الماربي بتفشل، بيضطر نرجع نعمل ساربي. اوكي، يعني كمان المود اوف اكشن تاع الماربي هو مين اللي بيفتح السوتشر للمجزلة ميد بالاتاين سوتشر. اكيد هيدا حيعطينا توسيع للفك. اوكي طيب، فعلا هون عم قلك ان سيفير سكيلتال كيسز هاي ريكسبت ماكسيلري اكسباندر كان بيوز فور جروينج بيشنت. انتبه هيدي ما تضيع فيها بالامتحان، هذا للجروينج بيشنت، للسكيلتلي ماتشور بيشنت، يا ماربي يا ساربي. اوكي، ماربي شو هي؟ ميني سكرو اسيستد رابيد بالاتال اكسبانجن، ساربي سيرجيكلي اسيستد رابيد بالاتال اكسبانجن. اوكي، احنا حاططها هون سيرجيكلي اسيستد رابيد بالاتال اكسبانجن، وميني سكرو اسيستد رابيد بالاتال اكسبانجن. ماربي وساربي مشهورين كثير، يعني الماربي هلا صار يعني هلا كثير منتشر، صار يعني عملت نتائج كثير منيحه. بقول لك هول الماربي والساربي ار فريكوينتلي يوزد، يستخدموا غالبا وين؟ موداليتيز اوف ار ام اي. ار ام اي يعني رابيد ماكسيلري اكسبانجن، ركزوا الشغله، رابيد ماكسيلري اكسبانجن مثل رابيد بالاتال اكسبانجن، ذات المعنى يعني، بس ما في شيء يعني، ما عم بيشيروا لذات الشيء. بقول لك ار فريكوينتلي يوزد موداليتيز اوف ار ام اي بريفيرد ان سكيلتلي ماتشور انديفيدجوالز. انتبه هيدا بسكيلتلي ماتشور انديفيدجوالز، الهايركس لحاله وين؟ بالجروينج بيشنت. بعيد الهايركس لحاله بيستخدموا اينتا؟ بالجروينج بيشنت، بالبيشنت اللي عاملنا بسكيلتلي ماتشور، بالبيشنت الكبير بالعمر. شو بدي استخدم؟ بدي استخدم الماربي او الساربي، يعني الهايركس مع ميني سكرو اذا بدكم، او هايركس مع عمليه جراحيه، هذا الساربي. اوكي، الميني سكرو مع هايركس اسمه ماربي، الهايركس مع الجراحه اسمه ساربي. اوكي طيب، بقول لك هو الماربي والساربي ار فريكوينتلي يوز موداليتيز اوف ار ام اي بريفيرد ان سكيلتلي ماتشور انديفيدجوالز، يستخدموا بسكيلتلي ماتشور انديفيدجوالز. هلا الماربي كمان صاروا ممكن يستخدموه حتى بالجروينج بيشنتس، بعض الحالات بيلاقوا الماربي بتعطي نتيجه احسن من الهايركس العادي، يعني الماربي حتى بالجروينج بيشنتس بتعطي نتيجه احسن من الهايركس العادي. بس انه كمان في دراسات بتشكك في هالشيء، في دراسات بتعيدها، مش حفوت بالموضوع يعني، بس انه اكيد الماربي فيك تستخدمها بالجروينج بيشنت. بلك ارفيك وات يوز ماتشور اوف ار ام اي بيفيد ان سكيلتي ماتشور اندفيدجوالز، ليش بدك اياهم؟ تو اوفر كام بوتنشال سوتشر ريزيستنس. يعني انا هيدا السوتشر اللي هون اذا ما عملت ساربي او عملت ماربي هيدا مش رح يفتح، السوتشر اللي هون ما حقدر افتحه، يعني هلا كان مسكر السوتشر، هلا بلش يفتح لما عم بشتغل بالجهاز. اوكي، فانا لحتى اوفركام، لحتى اتخطى مقاومه السوتشر هيدا اللي هون اللي الموجوده، بدي اعمل يا ماربي يا ساربي. فعم اقول لك تو اوفركام بوتنشال سوتشر ريزيستنس. طيب قلنا هون بايلاترال بكر كروس بايس امبيشنس وذ ريبيرد كرافت ليب اند بارت، هلا هيدا بنحكي هون على الانديكيشن، هلا هيدا حكينا عنه، حكينا عن هيدا اللي فوق، قلنا انه الهايركس بنستخدمه فور جروينج، فور ادلتس بدنا ساربي وذ هايركس كان بيوز لنا، او الماربي. هلا الانديكيشن الثاني للبايلاترال بكر كروس بايت استخدمها، يعني وين بدي استخدم هيدا هون؟ بقول لك بالبايلاترال بكر كروس بايت امبيشنت وذ ريبيرد كرافت بارت، مثل ما بتعرفوا بالكرافت بارت بيكون المجزله صغير يعني، فبضطر وسعه. كيف بدي وسعه؟ بقول لك اكسبانشن اوف ذا ابر ارش، كيف بدي وسعه؟ by starting or start tissue is often indicated using quad helix. يعني هيدا بدي استخدم الكواد هيليكس. هلا كمان بالكرافت بارت بقدر استخدم الهايركس، يعني مش انه بس كواد هيليكس، بس هو حاط هون حاطط كواد هيليكس يعني بقول لك هون كمان بانه حاط، لان المجزله صغيره بالكرافت بارت بحاجه انت لتوسعها، بقول لك لحتى توسع سكار تيشو. ما تنسى انه انت بالكرافت بارت ما في عندك بون، يعني بالكرافت بارت في محلات ما عندك فيها بون، فانت لما عم بتوسع باستخدام الكواد هيليكس هيدا السكار تيشو رح يتوسع، يعني رح اشرح شوي. طيب لحتى ما افصل كثير بالكلافت بالات، يعني هذا الموضوع اتاخذ هذيك السنه، يعني الكلافت بالات قلنا هذيك السنه بالمحاضرات الامبريولوجي، الكلافت بالات بضطر اوقات سكره وعمله سيرجيكال ريبير. هلا لما بسكره شو بصير؟ في عندي فورميشن لسكار تيشو، هذا سكار تيشو مثل ما حكينا قبل، مش مثل البون، هيدا صعب اكيد اسناني يتحركوا فيه، اذا في عندي سكارتيشو صعب كثير حرك اسنان فيه، فهيدا انا بحاجه وسع المجزله. لا، لما حوسع المجزله هيدا سكارتيشو اللي عندي اياه،
يعني عمل له ستريتشنج مثل ما حكي هون يعني اوكي. فنوعا ما بيتسهل حركه السنين. ما بدنا نفوت كثير بالموضوع بالكلافت بلت والسيلف القديمه يعني، يعني اوريدي هو الموضوع كان معقد هذيك السنه. فعرف انت بالبايلاترال بكري كروس بايت لما يكون في عندك ريبيرد كلافت بلت تعمل اكسبانجن ليش حتى تفتح سكار تيشو، قلنا هذا السكار تيشو بعد السيرجيكال ريبير بيصير يعني، قلنا هذا السكار تيشو صعب السنين يتحركوا فيه. فهيدا بنستخدم له كواد هيليكس عم بيقول لك يعني. لا اذا بدي افصل فيها بدها يمكن شي ساعه، فالح اختصر منها واعرف فيها هيك يعني. هي ان الموضوع مش ما نسبه على الكلافت بلت، بل اللي بده يعرف شوي بالموضوع حكيت عنه اكثر بالعام السابق يعني. طيب هلا هون عم بيقول لك تريتمنت فور بايلاتيرال كروس بايت ويزاوت ديسبيسمنت، هيدي هون بدنا ننتبه لها. بيقول لك شو ممكن يصير اذا انا عملت تريتمنت فور بايلاتيرال ويزاوت ديسبيسمنت شود بي ابروشد، لازم نقاربه وذ كوشن بحذر. ليش؟ بيقول لك اس بارشل ريلابس، اذا صار في عندي ريلابس بعد ما انا الكروس بايت روحتها، كان في عندي بايلاتيرال بكري كروس بايت رجعتها، انا اشرحها على السوفت وير حتتوضح لك شو حيصير. بس هون عم بيقول لك ما يريزلت اني بارشل ريلابس اني يوتر كروس بايت ديسبيسمنت. رح ارجع اشرح لك شو معناتها هيدي اللي هون على السوفت وير. طيب انا عندي هون بايلاتر البكري كروس بايت، جيت صلحتها لهالبايلاتر البكري كروس بايت سواء باي طريقه، مش حنحكي بكواد هيليكس هايركس، المهم جينا ظبطناها، رجعت هوسنا بالجهاز، رجعناهم نوعا ما لبوزيشن مضبوط. اوكي هذا كمان رجعته نوعا ما لبوزيشن مضبوط، وعلى الميل الثاني اكيد ذات الشيء صار يعني، على الميل الثاني عملنا ذات الحركه، على الميل الثاني عملنا اكسبانجن للسنان. نشوف اذا هون تقريبا هون خلصنا من الكروس بايت. طيب هلا مثل ما بتعرفوا اذا نحن ما حافظنا على الكيس وعملنا ريتنشن شو ممكن يصير؟ ممكن يصير ريلابس. كيف بده يصير ريلابس؟ بده يروح باي اتجاه؟ باتجاه البلاتل يعني. انا وعملت اكسبانجن رح يصير بعد فتره من الزمن شو بده يصير؟ فتره ريلابس اذا 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 انا ما عملت جود ريتنشن يعني. هيدا السن اللي هون ممكن يرجع لهون، وهيدا ممكن يرجع لهون، وهيدا ممكن يرجع لهون، واكيد هيدا لهون. اوكي وعلى الميل الثاني ذات الشيء. طب هيدا هيدا لما بيرجع شو ممكن يصير في عندي انا هون؟ ممكن يصير في عندي مثل هون مبين، رح نزل شوي هيدا السن. شو عندي هيدا هون؟ عندي كاسب تو كاسب كونتاكت. اوكي شو عندي صار؟ عندي كاسب لما صار ريلابس شو صار في عندي؟ كاسب تو كاسب كونتاكت. ومثل ما قلنا الكاسب تو كاسب كونتاكت البيشنت ما حيرتاح فيه. لما بيكون في عندي كاسب تو كاسب كونتاكت البيشنت شو حيرجع يعمل؟ يونيلاترال بكري كروس لايت. رح ارجع نفرجيك الفيديو. البيشنت اذا بعد الريلابس رجع لعنده كاسب تو كاسب كونتاكت شو بده يعمل؟ طبيعه الحال بده يعمل يونيلاترال شيفت، حيروح شيفت يعني، حيصير في عندي شيفت ديورينج كلوجر. اوكي فحيرجع في عنده يونيلاترال كروس بايت. هيدا هون عم بيقولوا، عم بيقول لك تريتمنت اوف بايلاترال كروس بايت، اذا بدي اعالج بايلاترال كروس بايت وذاوت ديسبيسمنت، ما عندي ديسبيسمنت، لازم قاربها بحذر. ليش؟ لان هيدي اذا صار في عندي ريلابس ممكن يرجع يصير في عندي مي ريزلت، بيرجع بينتج شو؟ يونيلاترال كروس بايت وذ ديسبيسمنت، بيرجع بيصير في عندي يونيلاترال كروس بايت وذ ديسبيسمنت اللي حكينا عنها فوق. اوكي اول المحاضره يونيلاترال كروس بايت وذ ديسبيسمنت بيصير في عندي بطبيعه الحال هون كروس بايت. ليش بيصير في عندنا كروس بايت؟ صار في عندنا كاست تو كاست كونتاكت بعد ما صار ريلابس، صار في عندنا كاست تو كاست كونتاكت، ف رح يرجع يصير في عندنا يونيلاترال كروس بايت وذ ديسبيسمنت. فهيدي بدنا ننتبه لها كثير بالبايلاترال كروس بايت. بيقول لك انا قديش نحكينا عنها، ان بايلاترال كروس بايت بروبلي از افيشنت فور تشوينج از النورمال باكوردينج ريليشن شيب. هيدي حكينا عنها انه السنين بالكروس بايت بيكون في عندهم تشوينج افيشنسي تقريبا مثل النورمال بايت. اوكي هذا هون تقريبا خلصنا البايلاتر البكري كروس بايت، هذا خلصناه هون. الرينج واي كروس بايت قال لك بيصلحها فيكس اورثنتيك ابلاينسز، خلص مازال مش مفصل فيها. الرينج واي كروس بايت بتصلح بفيكس اورثنتيك ابلاينسز. هلا الدنتال اكسبانجن فيكون في عندي سلو اكسبانجن،
في عندي رابيد اكسبانجن. طيب شو الفرق بيناتهم؟ واحد سريع من اسمه واحد بطيء. بالسلو اكسبانجن انتبه قد ايه عم ببرم هون سكرو، ولا تو كورتر تيرم، رح ارجع افرجي الفيديو، ولا تو كورتر تيرم تبقى قد ايش بير ويك. هون انتبه هو شو حاكي بالرابيد ماثر اكسبانجن، ولا تو كورتر تيرم بير شو ديلي، هي بتجي ام سي كيو انتبهوا، ولا تو كورتر تيرم ديلي بالسلو اكسبانجن، ولا تو كورتر تيرم بير ويك. رح ارجع افرجي الفيديو واشرح شو قصده بالتيرم. طيب هذا جهاز الهايركس هون، اوكي هذا جهاز الهايركس رح نحطه، هيدا قلنا هيدا الكي، هيدا عم يفوت بقلب الكي هول، هيدا فات الكي هول، هيدا الكي هول، هيدا الكي عم يفوت بقلبه، اوكي. طيب هيدا اسمه كورتر تيرن اللي شفتوه، هيدا اسمه ربع دائره. هيدا عادة الربع دائره قديش بتكون 0.5 ملم، يعني بتفتح لي هيدا الهايركس من هون لهون 0.25 ملم بعيد. هيدا كان هون الجهاز فتحته، هيدا زاد الطول تاعه، لا ركزوا شوية، هيدا هلا هو اكيد زايد معاملها شوية اكساجيريشن بالجرافيك، هي اكيد الواحد تر مش ما رح تفتح هالقد الهايركس، يعني هيدا الواحد تر هو هون زايدة بس عشان يشرح المسافة من هون لهون، المسافة من هون لهون لما بفتح هيدا لما بيفتحه بيصير هون هذا زاد 0.25 ملم، يعني انا كل كورتر تيرن عم تفتح عم تزيد لي الانتر مولر ويدث اذا بدكم 0.25 ملم. هيدا اللي هون بمين معلق؟ هيدا بالمولرز، هيدا الجهاز اللي هون معلق بالمولرز، فاذا هيدا زاد 0.25 ملم المسافه بين المولرز رح تزيد كمان 0.25 ملم. اوكي بعيد ايش هون فتح هذا الجهاز، هيدا كبر 0.25 ملم، لما كبر اكيد 0.25 ملم هيدا المولر بده يكبر معه 0.25 ملم، يعني لان بديش تضغط كمان بده يكبر عقد الجهاز. فعم بيقول لك هون بالهايركس بتبرم هيدي اول مره، هيدي ذا فيرست كورتر تيرن، بدك تعمل بعد سكند كورتر تيرن ثانيه، هول اللي عملناه اسمه تو كورتر تيرنز، هول تو كورتر تيرنز تعملهم ديلي كل يوم بالهايركس، كل يوم بدك تعمل هيك بالرابيد ماكسيري اكسبانشن حسب ما عم بيقول، اكيد في بروتوكولات غير بس رح نمشي اللي هو بده يقوله. تو كورتر تيرنز بير داي، يعني تبرم بيبرم البيشنت مرتين، اكيد هذا بيعمله البيشنت مش الـ مش الـ مش الاورثودونتست، الاورثودونتست بيعلمه للبيشنت كيف يستخدم هيدا الكي هول يعني، اوكي؟ فهيدا رح يبرمه مرتين ديلي، او اكيد بعد فتره من الزمن شو حيصير هون؟ رح ينفتح هيدا هون السوتشر، رح ينفتح هون يصير في عندي ينفتح السوتشر ويصير في عندي الميديان دايستما، اوكي؟ طيب الريموفبل اكسبانجن اللي مثل هيدا انا بدي ابرم ولا تو كورتر تيرن بير ويك، اوكي؟ ولا تو كورتر تيرنز بير ويك، هيدا اللي هون بدي ابرمه قديش؟ ولا تو كورتر تيرن، يعني كل اسبوع ببرمه يا مره يا مرتين، يعني تو كورتر تيرنز، اوكي هذا الفرق بينه وبين السلو ماكسيري اكسبانشن والرابيد ماكسيري اكسبانشن. طيب فهون هلا بيقول لك الدنتال اكسبانشن مينلي هو سلو ماكسيري اكسبانشن بيكون، يعني انا انت مستخدم اجمالا سلو ماكسيري اكسبانشن، انا بيكون بدي بس دنتال اكسبانشن، ما بدي افتح السوتشر، بينما سكيلتال اكسبانشن امتى الرابيد ماكسيري اكسبانشن امتى بستخدمه؟ انا بدي يكون بدي سكيلتال اكسبانشن، اوكي بعيد سلو ماكسيري اكسبانشن عم بكون بس بدي وسع اسنان، يعني بدي غير انكلينيشن للتيث بقدر استخدم سلو ماكسيري اكسبانشن، اذا بدي افتح ال اذا بدي استخدم سكيلتال اكسبانشن بدي استخدم رابيد ماكسيري اكسبانشن. هلا كمان انا عم بحكي اندر جراد ليفل، في بعض بالهايركس فيك تفتح السوتشر على مهلك، يعني السوتشر رح تفتح بس انا هون عم بلتزم بالمحاضره، اوكي انا ما عم بحكي تريتمنت بلان كيف بتعالج مريض، عم اقول لك شو عم بقول بالمحاضره. فعليا فيك تستخدم سكيلتال اكسبانجن سلو سكيلتال اكسبانجن، يعني لا السوتشر راح يفتح يعني، اوكي هذا بس هذا موضوع ثاني. هلا عم نحكي هو شو طالب هون، عم بيقول لك بالرابيد ماكسيري اكسبانجن بيستخدم امتى؟ مع سكيلتال اكسبانجن، والسلو ماكسيري اكسبانجن بيستخدمه امتى؟ مع الدنتال اكسبانجن، اوكي انا عم بحكي شو المطلوب بالمحاضره. طيب
بيقول لك كمان slow expansion has also been termed يعني سموه dento alveolar expansion. سموه لهيدا slow expansion dento alveolar. يعني لأن mainly شغله عم بيقول لك على السنين يعني. يعني بslow expansion يعني مثلا بslow expansion شو بيعمل؟ بيحرك السنين mainly إلا بtipping movement. بياخذون للسنين هيك أوكي حتى يتخلص من الكروس باي. فmainly شغله dento alveolar. مش على السكيلتل مش على السوتشر انه هاز بين تيرد انت الفيور اسم لك ذا موست كومنلي يوزد اكثر شيء يستخدمه بالسلو اكسبانجن بيقول لك ريموفبل ابلاينس وذ جاك سكرو. هذا اللي شفتين شويه هذا الابلاينس اليوم بسموه جاك سكرو. هذا اللي شفتين هذا فصلت عنه اكثر ريموفبل ابلاينس هذيك السنه يعني بده يرجع يستوعب اكثر يرجع المحاضرات هوليك في فيديوز عليهم ريموفبل ابلاينسز. هذا هو الجاك سكرو اللي عم يقصده يعني انه هذا ريموفبل ابلاينس وعنده جاك سكرو حتى يفتح المكزلة. طيب عفوا مش يفتح المكزلة حتى يوسع يعمل دنتال اكسبانشن. اكيد هذا مش هيعطيني سكيلتال اكسبانشن يعني. طيب هيدا هون عم بيقول لك هيدا ات كان بي يوزد ان بوث ارشز. مثل ما شايفين كمان بقدر استخدمه بالابر وباللور يعني باللور بقدر استخدمه كمان هيدا لللور هيدا اكيد للابر بقدر استخدم هول الاكسبانشن ابلاينس. بيقول لك It can be used in both arches, usually activated by turning lateral screw one or two quarter turn, مثل ما حكينا. أو 0.25 or 0.5 millimeter per week. انتبه بالرابد ماتزيري اكسبانشن قد ايه بدي ابرم. one or two quarter turn عم بيقول لك per day. هيدي ما تنساها يعني. طيب. الكوفن سبرينج. الكوفن سبرينج، شوف إذا في عنده صورة. هيدا الكوفن سبرينج، هيدا أكيد الكوفن سبرينج هو ريموفبل ابلاينس. في عنده هيدا شكلها مثل الأوميجا يعني. شكلها هيدي اللي هون الواير مثل الأوميجا. هيدا بنعمل له اكتيفيشن. كيف بنعمل له اكتيفيشن؟ يعني انتم شايفين هذا الواير اللي هون وهيدا الواير اللي هون بنفتحهم يعني بنجي بالاصبع مالتنا هون وبناخذ هيدا الواير بهالاتجاه وهيدا الواير بهالاتجاه رح يفتح الجهاز يعني. اوكي هيدا انا ما عندي فيديو عليه حتى اشرح لك فيه يعني. بدك تخيلوا انت هيدا هون الواير بتمسكه بالثمب والابهام وبتاخذ هيدا الواير على هالميله ذات الشيء بتعمل هون يعني. اوكي الجهاز رح يفتح بتعمل الاكسبانشن مينلي هيدا اكيد مثل ما قلنا دنتال اكسبانشن. هلا بيقول لك هو بالمحاضره تحت انه هيدا ممكن يعطيك بالتشيلدرن ممكن يعطيك شويه سكيلتال اكسبانشن بس مينلي المين مود اوف اكشن تاعه لهيدا الكوفن سبرينج والريموفبل ابلاينسز هو دنتال اكسبانشن. اوكي هذا بسموه الكوفن سبرينج. بقول لك اتس ريموفبل تايب مثل ما شايفين هو ريموفبل تايب. في عنا هون الادم كلاس بادم كلاس هون في عنا طبيعه الحال الاكريل بقول لك اتس ريموفبل تايب. بقول لك ايديال تو تريت يونيلاترال كروس بايت يستخدم غالبا لعلاج. بقول لك انه او الشكل المثالي للاستخدام هو اذا في عنا يونيلاترال كروس بايت بلك اند يوجولي مثل ما حكيت اكتيفيتد باي بولينج ذا تو بارت اوف ذا ابلاينس ابارت مانيولي. مثل ما قلت لك هيدا تو بارتس اوف ذا ابلاينس اللي هون اذا تشوف هيدا اول بارت وهيدا ثاني بارت منه. بتيجي هون على الواير بتحط اصبعك على هيدا البارت وتاخده لهيدا بهالاتجاه وبذات الشيء على الواير اللي هون بتاخده لهالاتجاه يعني ساعتها الجهاز بينفصل بصير بيشتغل كاكسباندر. بيقول لك او طريقه الاستخدام الثاني بيقول لك by using special pliers at the base of the omega wire او بتجيب بلاير خاص بالكوفن سبرينج بتستخدمه هون يعني بتعمل ابلكيشن اوف ذا فورس تاعك هون بهذا البلاير حتى يفتح الكوفن سبرينج. اوكي ما حفصل كثير فيها لان هيدي بصراحه مش انه مش رح تعنيك يعني. طيب ما علينا. الكواد هيليكس ابلاينس شفناه الكواد هيليكس ابلاينس بالفيديو هيدا هو الكواد هيليكس عنده اربع هيليكسز. هلا هون عم بيقول لك هلا هو بصراحه حكيك على الاكتيفيشن تاعه. الاكتيفيشن تاعه انت مش كتير يعني فعليا لك عليه شيء يعني بس احكي عنه. بيقول لك الاكتيفيشن هذا تاعه بيقول لك هذا اللي هذا في عندك هون انتيرير بريدج شايفينه هذا بسموه الانتيرير بريدج تاع وهول الانتيرير هيليسز. هذا الانتيرير هيليس هذا انتيرير هيليس وهيدي بوستيرير هيليس وهيدي بوستيرير هيليس. هون عم بيقول لك كيف بتشغل الجهاز. بيقول لك هذا اللي بستخدمه هون بسموه 3 برونج بلاير. هيدا اول برونج وهو هذا البرونج الثاني وهذا البرونج الثالث. اوكي
بيجي في برونج بلاير عمايله وتو برونجز عمايله، يعني بسموه 3 برونج بلاير. هلا بالثري برونج بلاير هيدا اذا انت فعلته البريدج يعني عملت براسنج عليه بيقول لك مين الشغل اللي حيكون على المولت اللي حيوسع المولرز. اذا 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 بتشغل هيدا الاوتر ارم اللي هون يعني هيدا حيعمل اكسبانشن. ما انت شايف هيدا مثلا هيدا الاوتر ارم اللي هون، هيدا الاوتر ارم على مين عامل كونتاكت؟ الاوتر ارم طبيعه الحال عامل كونتاكت مع هيدا البريمولر وهيدا البريمولر. فاذا كان هيدا الواير يعني ممتد لهون، هيدا هيدا بس عامل الواير ممتد للبريمولر، اوقات الواير بيعملوه بيمتد للكينين. فبطبيعه الحال اذا انا بشغل هيدا الاكتيفيشن واير اللي هون هيدا رح ياخذ البريمولر والكينين لبرا وزيت الشيء على الميل الثاني. اوكي عم بيقول لك اذا بتشغل الانتيرير بريدج مين اللي حتحط فورس على المولرز. اوكي هيدا هذا عم بيقوله بالكواد هيليكس. انا بقول لك الكواد هيليكس في منه مثل ما قلنا ريموفابل وفيت. طيب هون لفرج شو هو ال ريموفابل هيدا الكواد هيليكس. ريموفابل كواد هيليكس، طيب هيدا ريموفابل كواد هيليكس مثل ما عم بتشوف هيدا شايفين هذا اللي هون هادي بسموها شيث. اوكي هيدا الكواد هيليكس بيقعد فيها هيدا اللي هون هذا البارت بيقعد فيها الكواد هيليكس. اوكي فهيدا بسموه شيث. اوكي رح تشوف هلا كيف بينحط، يعني هذا بسموه شيث بيقعد فيه الكواد، هذا بسموه ريموفابل كواد هيليكس، هذا بينشال وبينحط يعني. اوكي هذا هون بينشال وبينحط الكواد هيليكس يعني. اوكي شايفين كيف هذا بسموه ريموفابل كواد هيليكس. اذا بتلاحظوا هلا شفتوا كيف انشال هيدا الكواد هيليكس، كان قاعد بقلب الشيث شلته، هذا بسموه ريموفابل كواد هيليكس. اوكي هذا ريموفابل كواد هيليكس. هلا في الكواد هيليكس الفيكست قصده ان هو بيكونوا ملحمين، كمان رح فرجي صور عنه. اذا كمان هون بتشوف هذا ريموفابل كواد هيليكس بينشال من الجهاز وبينحط. اوكي هذا ريموفابل كواد هيليكس. ريموفابل كواد هيليكس مش المريض بيشيله، الارثودونتست هو اللي بيشيله. انتبهوا هذا مش المريض بيشيله، الارثودونتست بيشيله. هلا رح فرجي الفيكس هذا الكواد هيليكس. شوف هذا الكواد هيليكس اللي هون، هذا الكواد هيليكس اللي هون ملحم تلحيم، هذا الحديد اللي هون ملحمه على الباند، هيدا بتلزق بالجي اي سي. اوكي بحط على الباند الجي اي سي وبلز، وهيدا هيدا الحديد من هون اللي هون هذا الكواد هيدا ما في يشيله، هيدا فيكس هيدا ملحم على الباند. طبيعه الحال اللي شفناه قبل ما انه ملحم على الباند بقدر يشيله من الباند وبقدر احطه فيها، فهيدا ريموفابل هيدا فيكس. اوكي هيدا اسمه فيكست كواد هيليكس. شايفين هون ملحم ما بيقعد بشيء، يعني هيدا ما في افصل الكواد هيليكس على الباند، اذا في افصله عن الباند معناتها هيدا بيكون ريموفابل. اوكي اذا هيدا هو الفيكست كواد هيليكس. طيب هلا هون كمان هيدي اكتيفيشن للكواد هيليكس اللي شفناها قبل شوي يعني. اوكي هيك هذا عم يستخدم 3 برونج بلاير عشان يعمل اكتيفيشن للكواد هيليكس. اوكي اكيد البيشنت راح يحس ببرشر بضغط عم حيعمل هيك، معناتها انه سنان they will go outside يعني. فهيدا ان it can be used of a removable or fixed expansion appliance. بقول لك الكواد هيليكس في عنده تو انتيرير تو بوستيرير هيليكس، هول اثنين انتيرير هيليكسز هول تو بوستيرير، اسمه كواد يعني اربعه. بلاك ذا ابلاينس از كيبل اوف ديفرنشال اكسبانشن. ديفرنشال اكسبانشن يعني ديفرنشال من ديفرنس، يعني بمحلات في يكون الاكسبانشن اكثر من محلات. بقول لك اي يعني معناتها ات كان بي اكتيفيتد في يفعله تو برودوس ديفرنت اكسبانشن ليفل ان ذا بريمولر اند مولر ريجن. انا بدي مثلا تنقول 2 ملم بالمولر و1 ملم بالبريمولر، هيدا بقدر اعمله هالشيء بالكواد هيليكس. طيب الفيكس اورثونتيك ابلاينس شفنا يعني هول البريسز قبلش بهالمحاضرة، شفت انه ممكن لما نستخدمهم يعملون لنا اكسبانشن. هون كمان حطيت لك ترانسبارتال ارش، هذا كمان فيكس ابلاين بسموه هذا ترانسبارتال ارش. وين ترانسبارتال ارش؟ هذا ترانسبارتال ارش، هذا ترانسبارتال ارش اذا بتشوفوه هون ترانسبارتال ارش، هيدا ريموفابل ترانسبارتال ارش، هذا كمان بيقدر ينشال وبينحط، بس اكيد مين بيشيله وبيحطه؟ الاوبريتر. في عادة كمان في الترانسبارتال ارش كمان اوقات بيكون ممكن يكون ملحم على الباند، بس هيدا مبين انه هيدا بيقدر ينشال وينحط، في عندي شيث هون فهيدا كمان ريموفابل تي بي اي. رح فرجي كمان
هنشوف هون هذا ترانسبالت الارش، طبيعة الحال هذا كيف بيشتغل، هذا بوسع هذا البارت لهون وبوسع هذا البارت، ما اكيد هون توسع بستخدم اليو، يعني بعمل اكتيفيشن على اليو بيوسع. هلا اكيد ترانسبالت الارش عنده بقدر اعمل فيه روتيشن للمور، بقدر نوعا ما يستخدم للانكرج، عنده استخدامات كثيره ترانسبالت الارش. اوكي، فكمان هون عم بيقول لك عن استخداماته هو بالاكسبانشن، بزيد للانترمولر ويدث. طيب سكالت الاكسبانشن او رابيد ماكسيري اكسبانشن، بقول لك ذا رابيد ماكسيري اكسباندر شفنا من شوي الهايركس از اسنشلي، شو هو اسنشلي شو هو دنتو فيشل اورثوبيديك ابلاينس، يعني هو بشكل اساسي دنتو فيشل اورثوبيديك ابلاينسز، يعني مش بس شغل رئيسي، مش شغل مش رئيسي على السنين، شغل رئيسي على على العظم. بقول لك ويتش تنس تو برودوس، شو بيعمل، ماذا يسعى ل للتنفيذ هذا الجهاز رابيد ماكسيري اكسبانشن تو برودوس اتس تشينجز باي سبليتنج ذا بارتاين سوتشر، يعني الهايركس بيعمل شغله بشكل رئيسي باي سبليتنج بفصل الميد بارتاين سوتشر، يعني الهايركس شغله الرئيسي شو يوصل الميد بارتاين سوتشر مثل هون يعني. اوكي، فبيقول لك ذا راشنال استخدامه، يعني اذا بدك راشنال بمعنى فكرة الاستخدام تاعيته، يعني هذا كيف طلع فكرة استخدامه، بيقول لك إذا بتحط أنت فورسز أبلايد أون ذا بارتل شيلفز، مثل هون أنا عم شيب هذا الجهاز الهايركس، لما عم بفتح هذا سكرو عم شو عم بعمل فورسز على البارتل شيلفز، هو البارتل شيلفز اللي هون عم بعمل فورسز عليهم، فلما أعمل لما حأعمل فورس عليهم شو حيصير بالسوتر ذا انترلاينج سوتشر سبيتس، يعني أنا عم حط ضغط هون على هيدا البارت من البارت، ضغط على هيدا البارت البلد، مين اللي بيجمعه من النص هو السوتشر، فإذا أنا بحط على هيدا البارت من البلد ضغط وهيدا البارت من البلد ضغط رح ينفصلوا على بعضهم والسوتشر رح تنفتح، هيدا هي يعني لما اخترعوه فكروا بهالشيء حتى اخترعوه يعني. أوكي، بيقول لك ذا راشنال إف ذات إف إكستريم فورس، إذا بحط فورس قوية إكستريم قوية أر أبلاي تو ذا بارتل شيلفز مثل ما شفنا ذا أنترلاينج سوتشر سبيس تفصل ان ريزلتس ان ترو سكيلتال تشينجز، بصير في عندي سكيلتال تشينجز حقيقيه مش فورس ان سوتشر ات واز سبليت. بقول لك ذات از جنرالي يوز فور ذا بيربس اوف ترانسميتنج ذا فورسز تو ذا ماكسيري بوم بروبر، يعني انا اذا بتشوفوا هون في عندي باندز وفي عندي الباندز قاعدين على السنين، هاي الباند اللي هون قاعده على السنين، الباند قاعده على السنين، في عندي حديد بتربطهم وعندي هون كمان باند وباند وحديد بتربطهم. بقول لك انا صحيح انه الهايركس مستند على السنين، بس هن السنين شو بيعملوا؟ هيدا الفورس بيعملوا له ترانسميت لمين؟ للبارتل شيلفز، يعني هيدا الفورس بيجي من الهايركس بيروح على السنين بعدين بيروح على البارتل شيلفز يعني. اوكي، فالسنين هن حلقه وصل ما بين الهايركس والبون يعني. اوكي، هيدا عم بقول لك اياه انه السنين بيعملوا ترانسميت للفورس اللي جاي من الهايركس للبارتل شيلفز للبون يعني، وساعتها البارتل شيلفز بيتوسع. بيقول لك كون السنين يستخدموا لبيربس اوف، لشو بيستخدموا؟ لترانسميتنج ذا فورسز انتو ذا ماكسيري بون بروبر، لحتى يبشروا هيدا الفورس الماكسيري بون بروبر. بيقول لك ذا موست كومنلي يوز تايب از هايركس ار ام اي، يعني اكثر شيء يستخدموا لهيدا الهايركس اللي هون، هيدا الهايركس رابيد ماكسيري اكسباندر، هيدا الهايركس. بيقول لك كمان هون اند مين سكرو اسيستد رابيد بارتل اكسبانشن والماربي، هيدا اللي هون، هيدا مثل ما شايفين هون حاطط هون مين سكروز، هون في عنده مين سكروز وهايركس يعني. اوكي، هذا هون لا هذا حط بس اثنين من سكروز هون، هو عدة الهايركس ارامي عنده عدة ديزاينز، هذا هون مستخدم اثنين، هلا الغالي ما صاروا يستخدموا اربعة وبعض الحالات ستة يعني، بس انه هذا نوعا ما صورة قديمة، مين اجمالا كمان يفضل يحطوا سكروز ينحطوا ورا يعني، افضل اذا سكروز بينحطوا ورا بيعطوني مور بوسير اكس، ما علينا انسى، فهذا هون مستخدم من سكرو لحتى حتى يوسع المجزله. طيب اكثر شيء يستخدم الهايركس ار ام اي او المن سكرو مسس ربط، بلاك ذا ار اولسو ديفرنت تايبس اوف ار ام اي، في 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 ار في ار ام اي ثانيه مختلفه مثل الايزاكسون والهاس. الهاس كيف بتفرقوا عن الهاس؟ في عنده هون اكريليك، شايفين هذا الاكريليك اللي هون وهذا هون عنده الوايرز، الهايركس ما عنده اكريليك يعني. اوكي، هايركس دغري ابلاي ذا فورس من دون اكريليك. الايزاكسون هذا كان قبل يستخدموه مع الاشخاص نوعا ما
الادولسنس والتشيلدرن كانوا يستخدموا هيدا الايزاكسونز الار ام اي. هيدا هون كمان صوره للايزاكسونز ار ام اي مثل سبرينج يعني اوكي، بيفتح بنحطه بالنص بيمر اسئله. هذا بيستخدموا انا كان اعضاء، فهيدا اكيد هون الهايركس يعني. وهيدي طبيعه الحال صوره للهاس ابلاينس. لك كيف تفعل الار ام اي؟ بقول لك مثل ما حكينا بدك تبرم سكرو واحد لاثنين كورتر او 0.25 ل 0.5 ملم ديلي، انتبه مش ويكلي، especially for hyrax، خصوصا الهايركس which is most commonly used، اكثر شيء بيستخدم بالاكسبندرز هو الهايركس. بقول لك with rapid or semi rapid expansion the asthma is usually appears. يعني انا لما بستخدم الهايركس، لما هستخدم الهايركس هون رح يصير في عندي، شايفين هون دايستما من السنان، هيدي نتيجه انه السوتشر فتح، فحيصير في عندي دايستما. رح شوف هيدي مع مع الرابيد ماكزاري اكسبانشن، عم شوف كيف عم تتوسع دايستما. طيب فعم بيقول لك هون مع الرابيد او سمي رابيد اكسبانشن دايستما جولي ابيرز بتوين سنترال انسايزرز اذ بون سيبريت ان ذس اريا. يعني هون الانتر باراتال سوتشر بينفصل، بصير في عندي هيدا دايستما. بقول لك expansion usually is continued until the maxillary lingual cusps occlude with the lingual inclines of the buccal cusp of the mandibular motor. طيب اشرح هيدي هونيك على السوفت وير. طيب رح اشرح هول اللي حكيت عنهم هون، شو هو هون قبل حتى بس تتعرف شو هو اللينجوال انكلاين والبكال انكلاين للسنين. رح روح على السوفت وير هون، طلع شوي معي هون. هيدا البكال كسب اللي هون، هيدا الكاسب اللي هون، هيدا بيسموه البكل انكلاين اوف ذا بكل كاسب. هيدا اللي هون بيسموه اللينجوال انكلاين، بعيد. هيدا اللي هون بيسموه البكل انكلاين اوف ذا بكل كاسب، هيدا بيسموه اللينجوال انكلاين. بالابر تيف هيدا بيسموه البكل انكلاين، وهيدا اللي هون سوري هيدا البارت بيسموه هون البكل انكلاين، هيدا البارت بسموه lingual incline of the buccal cusp. اوكي هذا بدنا ننتبه عليه. هيدا هون شو بسموه؟ هذا بسموه buccal incline of the lingual cusp لانه قريب للبكل، وهذا بطبيعه الحال بسموه lingual incline of the palatal incline of the palatal cusp، بعيد. هيدا اللي هون بسموه palatal incline buccal incline of the palatal cusp اللي عم اشر عليه انا هلا بالماوس، وهذا بسموه palatal incline of the palatal cusp. incline يعني المنحنى، العشرة كمان على الباوربوينت حتى نحكي شوي. هيدا الكاسب اللي هون هيدا بسموه lingual incline of the buccal cusp، وهيدا بسموه buccal incline of the buccal cusp. هيدا شو بسموه؟ هيدا بسموه buccal incline of the palatal cusp، وهيدا بسموه palatal incline of the palatal cusp. هيدا هون البكل، هيدا هون البلاتل. بالمنطق هيدا الكاسب قريب لمين؟ للبكل ولا للبلاتل؟ لا، هيدا قريب للبكل، هيدا اللي هون اقرب للبالاتل، يعني هيدا الكاسب اللي هون، هيدا البارت من الكاسب اقرب للبالاتل من هيدا، فهيدا بسميه البكل انكلاين، وهذا لانه اقرب للبالاتل بسميه البالاتل انكلاين اوف ذا بالاتل كاسب، وهيدا بسموه البكل انكلاين اوف ذا بالاتل كاسب. هيدا اللي هون بسموه البالاتل انكلاين اوف ذا بكل كاسب، هيدا البكل انكلاين اوف ذا بكل كاسب، بعيد. هيدا اللي هون من هون البالاتل انكلاين اوف ذا بالاتل كاسب، هيدا هون البكل انكلاين اوف ذا بالاتل كاسب، هيدا اللي هون بسموه البالاتال انكلاين اوف ذا بكل كاسب، وهيدا البكل انكلاين اوف ذا بكل كاسب باللور. هيدا البارت، هيدا البارت اكيد اقرب من هيدا البارت لللينجوال، فهيدا بسموه لينجوال انكلاين اوف ذا بكل كاسب، هيدا بسموه البكل انكلاين اوف ذا بكل كاسب. هيدا اللي هون شو بسموه؟ هيدا اللي هون اكيد اقرب للبكل، فهيدا بسموه البكل انكلاين اوف ذا لينجوال كاسب، وهيدا بسموه lingual incline of the lingual cusp. اوكي ان شاء الله تكون صارت نوعا ما الصورة واضحة، رح نشرح عليه لان بيقول لك لا انت الاكسبانشن بكفي لحديت انت بيقول لك until the maxillary lingual cusp. حتى نشوف اي هون الماكزيري lingual cusps، الماكزيري lingual cusps اي هون؟ يعني انا عندي كروس بايت مثل هاللي هون، هيدا الماكزيري lingual cusp او هيدا اللي هون، هيدا الماكزيري lingual cusp، هيدا اللي هون، هيدا اللي هون هو الماكزيري لينجوال كاسب. شو بيقول لك شو بيصير في الماكزيري لينجوال كاسب؟ بيقول لك until the maxillary lingual cusps occlude مع مين؟ with the lingual inclines، ركز معي، of the شو؟ of the buccal cusp of the mandibular molars. رح ارجع على الباوربوينت. اي lingual incline of the buccal cusp of the mandibular molars؟ اول شيء اي buccal cusp؟ هيدا هون buccal cusp تاع
المولرز، هيدا البك الكاست تاعه. اللينجوال انكلاين هو هيدا، شايفينه؟ هيدا اللينجوال انكلاين، هيدا اللينجوال انكلاين تاع البك الكاست، هذا اللي عم اشير عليه. هيدا هون البك الانكلاين اوف ذا بك الكاست اوف ذا لوور مولر، هيدا اللينجوال انكلاين. بقول لك بتضلك تعمل اكسبانشن لحديت اللينجوال كاست، هيدا مش يقعد بالفصه مثل هون، هون شوف هون، هون قاعد بالفصه، لا بدي هيدا اللينجوال كاست يقعد هون على اللينجوال انكلاين. بمحلات تانية بيقول لك بتضلك تعمل اكسبانشن لحديت ما اللينجوال كاسب اللي هون هيدا يعمل كونتاكت مع مين؟ مع البك الكاسب. ليش 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 عم يعمل اوفر اكسبانشن؟ لان حيصير في شو ريلابس. بيقول لك لما حارجع يصير في لابس، رح يرجع بالناتشرال ريليشن شيب اللي هي هون. اوكي، فبيقول لك حسب جامعه بغداد بدك تضلك تعمل اكسبانشن حديت اللينجوال كاسب يصير وين؟ اللينجوال كاسب يصير وين؟ يقعد باللينجوال انكلاين، مش بالفصه، بده يقعد بدنا نعمل اوفر اكسبانشن شويه، بيقعد باللينجوال انكلاين اوف ذا بك المودر، البك اللور مور اللي هو هيدا اللي هون. يعني انا بهالحاله هيدي اللي هون، لا انت قد ايه بدي ضلني اعمل اكسبانشن لحديت ما يصير لنا لينجوال كاسب على اللينجوال انكلاين. هيدا هون اللينجوال كاسب تاع الابر اللي هو هيدا البارت الكاسب تاع الابر، وين يقعد؟ باللينجوال انكلاين تاع اللور، مش بالفصه، مش هون، بده يقعد بشي محل هون. قلنا اوقات نعمله كاست تو كاست ليش؟ عشان يعمل ريلابس لحاله. يعني رح فرجيك اياها انا كيف. هلا تقريبا اللينجوال كاست بعده قاعد على الفصه، بقى بدي اوسعه اكثر. إذا هلا منشوف تقريبا مش الحال الاكسبانشن، تقريبا صار اللينجوال كاسب اوف ذا اوبرتال كاسب على الابر، تقريبا صار على اللينجوال كاسب اوف ذا لوور مولر. اوكي، طبيعة الحال رح يرجع شو يصير في عند ريلابس، بيرجع هيدا السن بالريلابس لحاله، فلما حيرجع لحاله بالريلابس شو حيصير في عند؟ رح يصير في عند نوعا ما نورمال كاسب هيدا اللي هون تو فصل ريليشن شيب. اوكي، عايد هيك بيقول لك بتعمل هيك بالاكسباندرز مثل الحال بالار ام اي. طيب ريتنشن فولوينج ار ام اي، شو خطه الريتنشن؟ بقول لك وان اكسبانشن هاز بين كومبليت، لما الاكسبانشن بيخلص بقول لك 3 مانث بيريد اوف ريتنشن وذ ذا ابلاينس اند سبيس ريكومند. يعني هيدا انا بعد ما اخلص خطه العلاج بالهايركس، هيدا بخلي الهايركس هون 3 اشهر بيتم المريض. يعني اوكي، خلصت الجهاز ما عاد بدي اعمل تيرن، ما عاد بدي اعمل شيء، بخلي الجهاز 3 اشهر بيتم المريض. هيدا بيرجع بقول لك، بيرجع شو بقول لك؟ بقول لك افتر 3 مانث ريتنشن بيريد، بعد 3 اشهر من الريتنشن، بقول لك ذا فيكس ابلاينس كان بي ريموفد. هيدا انا الجهاز اللي هون بقدر ساعتها بشيله. اوكي، بقدر شيله، بات ريموفبل ريتينر ذات كفر ذا بارت از اوفن نيدد از فيرذر انشورنس اجينست ايرلابس. يعني انا مش بس بشيل هيدا وبكتفي، لا بدي احط ريموفبل ريتينر. شو مواصفاته هذا ريموفبل ريتينر ذات كفر ذا بارت؟ يعني واحد مثل الهاوري ابلاينس، رح فرجي صوره. طيب هيدا هون ريموفبل ريتينر، شايفين هذا هون الاكريل؟ هذا الاكريل قاعد بالبالت، ليه؟ بيقول لك هيدا بيمنع الريلابس. يعني هيدا بعد التريتمنت بيقول لك بيمنع الريلابس، فهيدا بتستخدمه انت بعد ما تخلص الهايركس الار ام اي، بتحط هيدا عشان تمنع الريلابس. هلا الريلابس فيك تمنعه 100%، بل رح يضل فيه، بس اذا بدك لحتى تقلله، يعني لحتى يتقلل الريلابس بتستخدم هيدا. تبقى بده يكون اتكفر ذا بالت، يعني مثلا شيء مثل الاسكس لا doesn't cover the palate you can't use. لأشرح يعني مثلا هيدا الجهاز الاسكس هيدا مثل ما شايفين هيدا it does not cover the palate. هيدا انا ما في استخدمه بعد الماكسيري اكسبانشن، بدي استخدم جهاز يعمل كفر للبالت. اوكي، بقول لك ليش هالشيء؟ بقول لك لان هيدا بيساعدك بيعطيك طمأنينة وانشورنس against air relapse، عشان ما يصير في عندي air relapse ترجع الحالة مثل ما كانت. بقول لك هلا ترانس بالت كاتبها غلط، ومفروض يكتب ترانس بالت الارش. هيدا هو ترانس بالت الارش. بقول لك اذا انت مباشره بعد الاكسبانجن بدك تكفي علاج بالفيكسد ابلاينسز، شو بتعمل؟ بتحط ترانسبارنت الارش. بقولك ترانسبارنت الارش بروفايد ريتنشن اف فيرذر تريتمنت از بينج اكومبليشد ايميديتلي. انا اذا انا افترضنا بعد فعليا هذا هو اللي بيصير اجمالا بعد التريتمنت، بعد الهاير اكسبكت بدك تستخدم فيكسد اورثونتيك ابلاينسز، فلحتى تحافظ على السنين ما يصير في عندك ريلابس بدك تستخدم ترانسبارنت الارش. اكيد انت اذا عم تعمل حط بريسز ما فيش حابب تستخدم الهاوي ريتينر، مستحيل يعني ما فيك تستخدمه. فلأ ما فيك تستخدم الهاوي ريتينر، بدك تستخدم ترانسبارنت الارش. ان هذا ترانسبارنت الارش شكله هون، يعني دغري
خلصت اكسبانجن بدي اعمل بدي احط للمريض بريسز نستخدم ترانسبلانت للارش. بقول لك كمان هيدا بقول لك بروفايد فيرذر ريتنشن بيعطي ريتنشن اكثر فيرذر تريتمنت بينج كومش ميتنج اذا بدي اعمل مباشره العلاج بعد التريتمنت سيرجيكلي اسيست رابيد باتل اكسبانجن اللي حكينا عنها صار بي يوزنج ذا هايركس باستخدام الهايركس كان بي يوز اكيد تصلح شو بوستيريور كروس باس اند ذا اذر نرجع بنشوف الفيديو هيدا الصار بي هون اوكي هيدا هون الصار بي بتنعمل العمليه اكيد هذا بيستخدمه بالادلتس اذا الماربي ما زبط معي ساعتها بدي اضطر استخدم الصار بي اللي هو الاكسبانجن عم نعمل عمليه جراحيه سيرجيكلي اسيستد هو الكاتس اللي هون وهون الكاتس عم يعملهم السيرجن وبساعتها بستخدم هايركس حتى افتح المجزله بالاكسار بي كان بيوز تو كوركت سكيلتال بوستيريور كروس باس ان ادلتس بالادلتس طيب بيقول لك اولذو كوفن سبرينج اند كواد هيليكس مع انه بيقول له الكوفن سبرينج اللي هو ايه الكوفن سبرينج جايب صوره له هون هيدا الكوفن سبرينج والكواد هيليكس مع انه هو اثنين بيقول لك ار مينلي يوز فور دنتال اكسبانشن بيشتغلوا بس على اسنان بيقول لك بس ذي ار كيبل اوف ريدوسينج عندهم قدره يعملوا شو سلايت سكيلتال تشينج يعني عندهم قدره يعني يعملوا شويه سكيلتال تشينجز وين بالان ذا ميكس دنتيشن بيريد يعني شويه صغيره ممكن يكون في عندهم سكيلتال تشينجز بس مين اذا بدنا سكيلتال تشينجز رئيسيه بدنا مثل ما حكينا بالهايركس اوكي بلا هذا انه اكيد تاثيرهم سكيلتال حيكون بالبري ادولسنت او بالجروب مثل ما قلنا كمان عنده تاثير جدا طفيف يعني منه اوكي عم بيقول لك هون يونيلاترال بكري كروس بايت وذ ديسبيسمنت رح نرجع نتذكرك بهيدي الحاله لما يكون في عندي يونيلاترال بكري كروس بايت وذ ديسبيسمنت لانه هون في عندي اذا بتشوفوا في عندي هون الكروس بايت هيدا يونيلاترال بكري كروس بايت وذ ديسبيسمنت شو عم بيصير فيها الميد لاين شو عم بيصير فيه لما بيصير في عندي توث كونتاكت عم يعمل شيفت عم يعمل ديفيشن طيب هون بيقول لك يونيلاترال بكري كروس بايت وذ ديسبيسمنت ماي بي اسوشيتد يعني يمكن يصاحبها شو وذ سنترال لاين شيفت ان ذا لور ارش مثل ما شفنا هون في عنا اللور ارش الميد لاين عم يعمل شيفت معنا عم بيروح على وين على ميله الكروس بايت يعني الميد لاين عم بيكون مع ذات ميله مطرح ما في عندي كروس بايت فهون عم بيقول لك ماي بي اسوشيتد وذ سنترال شيفت ان ذا لور ارش ان ذا دايركشن اوف ذا مانديبلر ديسبيسمنت اون كلوجر يعني ال direction of closure لوين عم بيروح المندبل لهون اوكي لما المندبل حيروح لهون الميدلاين رح يلحقه اوكي هيدا اللي عم بيقوله هون in the lower in direction of the mandibular displacement on closure بيقول لك and this differentiate from unilateral buccal cross bite without displacement يعني هيدا ال deviation اللي 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 عم بيصير بالمندبل بيفرق ال الكروس بايت without displacement من الكروس بايت with displacement يكون في عندي انا سكيلتال اسيمتري يعني مثلا اذا انا في عندي كروس بايت من ورا سكيلتال اسيمتري في خلل تنقول بالمكزلة هيدا البارت من المكزلة صغير من هون لهون هيدا البارت صغير بينما هيدا البارت نورمال هيدا شو حيفرق معه هيدا بيقول لك during closure ما حيصير في عندي شيفت يعني انا اذا عندي سكيلتال اسيمتري هيدا السنترال لاين تاع الابر وهيدا السنترال لاين لللور اذا ما عندي فانكشنال كروس بايت سنترال لاين والسنترال لاين رح يضلوا مع بعضهم during closure شوفوا هلا اوكي سنترال لاين مع الابر مع سنترال لاين باللور هيدا عكس الفانكشنال كروس بايت الفانكشنال كروس بايت شو عندي لما بصير في عندي كلوجر على اول توث كونتاكت شو بيروح الماندبل على السايد اللي فيه الكروس بايت اوكي فهيدا عم بيقول لك ايه اللي بيفرق السكيلتال كروس بايت اليونيلاترال سكيلتال كروس بايت من ال من الفانكشنال من اليونيلاترال فانكشنال كروس بايت هو الميد لاين تاع المانديبلر ارش بالفانكشنال كروس بايت الميد لاين تاع المانديبلر ارش بيروح على ميله الكروس بايت بيعمل المانديبل ديسبيسمنت بينما اذا كان في عندي اذا اذا اذا, إذا في عندي سكيلتال اسيمتري مثل هيدي اللي هون مثلا شايفين هون لما البيشنت بيسكر رح يضلوا السنترال لاين مع السنترال لاين تاع البيشنت السنترال لاين تاع المكزلة والسنترال لاين اللور رح يضلوا مع بعضهم طيب يعني اليونيلاترال بكر كروس بايت without displacement اللي بيفرقها عن اليونيلاترال بكر كروس بايت with displacement هو شو هو الشيفت بالسنترال لاين
سنترال لاين شيفت ان ذا ان ذا لور ارش ذا دايركشن اوف ذا مانديبولار سبيس كلوجر. هيدا اللي بيفرق الاثنين عن بعضهم. اوكي هيدا اللي بيفرقهم. هيدي من اللي بتكون without displacement mainly بتكون due to skeletal asymmetry. اوكي بينما unilateral backer closure with displacement إلا بيكون في عنا functional cross bite. فاللي بيفرق unilateral backer cross bite with displacement عن unilateral backer cross bite without displacement هو بشوف انا clinically central line هيعمل shifting وين باللور arch in the direction of the mandibular displacement on closure. مطرح ما central line اللي حيروح مطرح ما مندبر سنترال لاين رح يروح مطرح ما المندبر حيعمل displacement. اوكي طيب هون عم بيقول لك expansion of the upper buccal segment result in some tipping down of the palatal cusp. اشرحها هيدي. انا اذا عندي buccal cross bite وعم حط فورس من البالاتال على السنين السنين شو حيعملوا؟ كيف رح يتحركوا السنين؟ لعلكم كيف رح يتحركوا السنين؟ هيدا هون المجزله. اذا انا بحط فورس من البالاتال عليهم حتى اخذهم buccal السنين مش رح يمشوا بدري. يعني السنين هول مش رح يمشوا هيك بادي موفمنت. اوكي ما حيمشوا بادي موفمنت. كيف رح يمشوا السنين؟ رح يمشوا كيف مينلي؟ رح يمشوا بالات رح يمشوا تيبينج يعني. اوكي they will tip. طيب لما حيعملوا تيب شو عم بيصير بالباراتال كاسب؟ شو ركز معي الباراتال كاسب شو عم بيصير فيه؟ عم ينزل لتحت رح ارجع عيدها ورح اشيل السنين البقيه عشان تصير الصوره اوضح. يعني ارجع السنين البقيه لحشينهم. هذا هون ما حكتير اوكي خلينا ان 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 نركز مع هيدا اللي هون هيدا السن هون مش حتى شيل المندبلر تيت حتى تصير الصورة اوضح لك. طيب هيدا اللي هون البالاتال كاسب شوف شوي لما رح اجي احط فورس عليه من ميلة البالاتال كيف رح يتحرك الفيرست مولر. شايفين كيف رح يتحرك؟ رح يتحرك بالاتال. كيف 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 عم بيروح البالاتال كاسب؟ عم بيروح داونورد. رح ارجع ظبطه من الاول رح ارجع ظبط له الانكلينيشن تاعه تشوفها. هيدا النورمال كاسب. اذا بحط عليه فورس من هون سنتر اوف ريزيستنس قلنا وين تاع السن هيدا؟ سنتر اوف ريزيستنس تاعه هون. اوكي تقريبا تحت الفركيشن بشوي. هيدا من هذيك السنه. تخيل انت امسك اذا بدك تليفونك بايدك وحط عليه فورس من تحت. انا رح اعمل ذات الشيء هون. رح تشوف اذا بحط فورس عليه من هون رح تشوف كمان ذات الشيء انت بتليفونك اذا بتطبق فورس عليه من تحت. اوكي رح تلاقي شو هتلاقي انت؟ رح تلاقي كيف هيعمل السن كيف هيروح السن. ليش انت تحت السنتر اوف ريزيستنس هيدا البالاتال كاسب هون شو هيعمل البالاتال كاسب؟ رح ات ويل موف داونورد. اوكي هيدا البالاتال كاسب ات ويل موف داونورد. اوكي يعني السن ما انا احط عليه فورس من البالاتال ات ويل موف داونورد. الطريقه الوحيده لحتى يمشي السن بدري اذا بدي احط شو فورس هون على ال حط فورس على السنتر اوف ريزيستنس يعني لحتى يقدر مشي بدري. يعني بدي لحتى يقدر مشي بهالطريق هيدا للسن هيك بدري مضطر انا احط فورس على سنتر اوف ريزيستنس. سنتر اوف ريزيستنس قلها تقريبا هون. او بدي اعمل شيء اسمه كابل فورس. هلا الكابل فورس مش رح احكي كثير عنه يعني بس انه اذا لحتى مشي السم بدلي من هون مفروض مرقه بالسنتر اوف ريزيستنس. هلا انا عم حط بفورس من وين؟ عم حط الفورس من تحت. لما رح احط الفورس من تحت رح يصير في عندي طبيعه الحال تيبنج. يعني السن شو حيعمل السن؟ هيدا المولر رح يمشي هيك بطبيعه الحال. مين نزل لتحت مقارنه من قبل؟ شوف شوي كان الباراتال كاسبس هون الباراتال كاسب صاروا داونورد ان موفمنت. اوكي نزلوا بطبيعه الحال لتحت مقارنه مع البكر. طبيعه الحال هيدا لما ينزل لتحت شو حيصير عندي انا؟ رح ارجع ارد السنين رح ارجع اردهم للسنين هول اللي هون. اذا انا عملت مثل ما قلنا رح اجي لهون عملنا هيدا روتيشنال موفمنت عملنا له بالات وهلا رح نزله شوي للسن شو حيصير اذا لما هيدا السن رح نزله انا
شفتوا شو صار بالماندبل؟ فتح الماندبل طبيعة الحال فتح، ارجع عيد. ما هيدا لان السن تبت، وانا لما هعمل تيبينج للسن وهيعض شو حيصير بالماندبل؟ ات ويل اوبن. اوكي بعيد، هيدا السن بيفور تيبينج كان شكله كيف شكله؟ كان شكله هيك. اوكي لما انا عملت تيبينج للسن، اوكي لما انا عملت تيبينج للسن عليه بطبيعه الحال صار ال ال انا عملت اكسبانجن عليه للسن، صار هيدا ال الباتا كسب عم بيدق مع اللور دنتيشن، لما حيدق مع اللور مويرا، لما حيدق باللور مويرا شو حيعمل بالعضه؟ رح يرفعها من قدام. وبطبيعه الحال لما حيرفع العضه شو حيصير الفيس؟ شو حيصير في الفيس؟ بده يزداد، لان انا من قدام هيدا صار في عامل كونتاكت من قدام، حيصير في عندي اوبن بايت. وبطبيعه الحال الفيس رح يكون طبيعه الحال اكيد اطول. اوكي يعني هيدا انا السن اذا 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 برجع برجعه محله للسن هيدا لحلاق الفيس رجع عادي، بطل اطول. هيدا ليش الفيس صار اطول؟ لان هيدا هون الباراتال كاسب عامل كونتاكت مع الـ مع الـ مع الفصه. انا ما تنسوا مش عم مشي بدري للسن يعني، فهيدا الفيس اكيد رح يصير longer face يعني. اوكي رح يصير face طبيعه الحال اتس longer. هلا انا اذا 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 بيجي مثلا لهون برجع بقول له مثلا اعمل لي نورمال، وبشوف هذا الفيس اللي هون حلاقيه بطبيعه الحال الفيس اقل. يعني انت حتى تتخيل لك شو حاعمل، انا رح افتح شوي الماندبل. اذا فتحت شوي الماندبل الفيس اكيد الفيس من هون لهون عم يزداد. زيت الشيء لما انا حاستخدم المويه حيعمل تيبينج، وبطبيعه الحال بما انه فتح العضه من قدام فالانتيريال الفيس هاي رح يزداد من قدام. هون قلنا الاكسبانشن اوف ذا ابر باك سيجمنتس على الشمال وعلى اليمين شو حيعملوا؟ ان سام تيبينج داون اوف ذا بارتال كاسب، البارتال كاسب رح يصيروا تيب داون. هيدا شو حيعمل؟ هيدا ذس ذا افكت اوف هينجينج ذا ماندبل داونوردز. مثل هون يعني هيدا كانه عم يفتح الماندبل داونورد. اوكي يعني هيدا لما بالباتر عم عمله كانه انا عم بفتح الماندبل داونورد. لما انا افتح الماندبل داونورد شو حيصير بالانتيرير فيس هايت؟ رح يزيد. بيقول لك ذس هذا افكت اوف هينجينج ذا ماندبل داونورد ليدنج تو ان انكريز لور فيس هايت. اللور فيس هايت اذا بدكم اللي هي من النازيون للمنتون اللي هون، هيدا رح بطبيعه الحال رح يزداد. يعني اتخيل بيشنت هيك مثلا لما انا عملت تيبينج للمورا رح تفتح شوي العضه من قدام، فلما فتحت اكيد طبيعه الحال الفيس رح يزداد الطول تاعه. بقول لك leading to an increase in the lower face height which may be undesirable. هيدا increase in lower face height undesirable بمين؟ بالpatients who already have an increased lower face height. اذا البيشنت already عنده الانتيريور فيس هايت طويل، انا اذا حاعمل اكسبانشن بالباكل سيجمنتس وحاعمل تيبينج داون للباراتال كاسب طبيعه الحال انا رح زيد اللونج فيس. هيدا اكيد الفيشل اثاتكس انا خربتها ما حسنتها. بيقول لك هيدا which may be any other impatience of an increased lower facial height or reduced overbite. وكمان اكيد هيدا شيء مزعج بالاشخاص اللي عندهم reduced overbite. يعني مثلا اللي عنده مثلا reduced overbite اذا انا مثلا فتحت شوي ال 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 اذا انا عبيت عنده decreased bite قدام shallow bite، جيت انا عملت expansion باستخدام التيبينج داون للبارتال كاسب، يعني عملت تيبينج داون للبارتال كاسب بطبيعه الحال ممكن تصير بدل ما تكون شالو بايت مثلا مثل هيك تصير عندي اوبن بايت. اوكي مثلا اذا البيشنت عنده مثلا تقريبا الاوكلوجن تاعه هيك فيري شالو بايت، جيت انا فتحت شوي ورا الكيس عملت اكسبانجن والبارتال كاسب عملوا تيبينج داون طبيعه الحال رح تفتح العضه من قدام رح يصير عندي اوبن بايت انتيرير. فهيدا عم بيقول لك كونترا انديكيتد، هيدا عم بيقول لك حيعمل انديزايربل افكتس وين بالبيشنت عند انكريز لور فيشل هايت اند اور ريدوسد اوفر بايت. يعني طيب بيقول لك اف اكسبانشن از انديكيتد ان ذس فيز، اذا انا بدي اعمل اكسبانشن بهاي البيشنت شو بدي اعمل؟ بدي اعمل باكل كابينج، بدي احط باكل كابينج. مش هي الباكل كابينج رح فرجيك عليها. اذا بتشوف هيدا هون الباكل كابينج قاعد على كل المولر، هيدا حيمنع السن يعمل
هيمنع الباث الكسب سيعول المواد اللي ينزلوا. هيدا كأنه هيعمل لي انتروسيف فورس على الباث الكسب. في هذا كيف هالأكريل اللي قاعد هون متطلع هون كمان هذا كمتلك. هيدا كأنه مش رح يخليه قاعد مش هيخليه يعمل تيبينج داون بالباث الكسب. انا بحط اكريليك مثل هيدي وين صار عنده محل يعمل البيشنت، وين عنده محل الباث الكسب يعمل تيبينج ما حيكون في عنده محل. ما تنسى كمان انا لما احط هيدي البيشنتس اللور تيث هيعضوا عليا، يعني البيشنتس كمان اللور مولر تيث هيحطوا ابورد فورس على هيدي الكاب، والكاب هتحط بدوره ابورد فورس فكمان هتساعدني تعمل انتروجن للابر تيث. مثلا بحط بك الكابينج او بك الروت تورك. هلا بك الروت تورك هيدا اذا بدي اشرح لك اياه بدي اقعد اشرح فيكست ابلاينسز، يعني بفضل ما اشرحه لان يعني وشرحه حتى تفهمه بده شي ساعه فمش رح اشرحه. بس انتبه ركز، قال لك لينجوال روت تورك غلط، احفظها بك الروت تورك، بك الكابينج وبك الروت تورك. اوكي هيدا اكيد بالفيكست ابلاينسز بعمله البك الروت تورك. يعني انت تشرحه مثل ما قلنا بروسس طويل ومش حيفيدك يعني، فبس عرفها انه بك الروت تورك مش لينجوال روت تورك. لمين بدي احطه؟ بدي احطه تو تذكر سيجمنت تيث از ريكوايرد، هيدا مطلوب. ليش؟ حتى اعمل ريست هالتندنسي. التندنسي لشو؟ تندنسي انه 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 شو يعملوا التيبينج داون للباراتال كاسبس، هي اساس المشاكل. هيدي التندنسي لما انا عم بعمل اكسبانجن للبكر سيجمنتس هول الباراتال كاسبس شو هيعملوا؟ هيعملوا تيبينج داون. هيدي التندنسي. فانا لما احط بك الكابينج وبك الروت تورك رح امنع او اخفف كثير من هالشيء. طيب بلك حتى تكون كوركشن هون سكسسفول، هيدي انا عملت الكروس بايت بدي اعملها سكسسفول، ذير شود بي ا جود بوست تريتمنت اوفر بايت فور ستابيليتي. يعني انا مش لازم اخلص الكيس بشالو بايت، يعني انا اذا عملت كروس بايت تريتمنت لازم اخلص وعندي اوفر بايت ستابيليتي، لازم يكون الاوفر بايت نوعا ما ستيبل. مثلا هيك شالو بدي اياها نوعا ما جود اوفر بايت حتى تقدر تمنع لي التندنسي من الريلابس. اوكي لازم يكون في عندي نوعا ما البايت sufficient anteriorly sufficient overbite anteriorly عشان ما يصير في عندي ريلابس. بقول لك هون الاوفر كوركشن يعني كيف يعني اوفر كوركشن؟ حكينا عنه فوق. انا كيف بعمل اوفر كوركشن؟ لما بعمل اكسبانجن حتى يصير الماكسيري لينجوال كاسب اوكلود مع مين؟ مع اللينجوال انكلاينز اوف ذا بكر كاسب اوف ذا مانديبلر مود. هيدا اللي عم بعمله هو اوفر عم بعمل انا اوفر اكسبانجن. اوكي عم بعمل اوفر كوركشن، عم زيد الشغله عم ظبطها اكثر. الاوفر كوركشن مقصود بهيدي الجمله اللي هون، يعني هيدا المقصود بالاوفر كوركشن. فبيقول لك اوفر كوركشن اند برونج ريتنشن، اكيد بدي احط ريتنشن لفتره طويله تي بي اي، يعني بحط تي بي اي بعد ما اخلص الهايركس از مانداتوري. اكيد هذا شيء مطلوب لحتى اخذ ستيبل ريزلت، حتى اخذ ستيبل ريزلت حتى ما ترجع الكيس ترجع مثل ما كانت. هون عم بيقول لك كروس بايت اند ديسيديوس اور ميكس تنتشن ماي ريزلت فروم ا بريماتشور كونتاكت بتوين مين بين ذا ديسيديوس كانن وذ ا ريزلتنت لاترال مانديبلر ديسبيسمنت. انا حاول اشرحها هيدي على السوفت وير. هلا ما في عندي فيديو عليها والسوفت وير مش كثير عم بيساعدني، بس لحاول اشرح شو المقصود هون. عم نحكي هون على كروس بايت بالديسيديوس او بالميكس تنتشن. اوكي هذا اللي عم نحكي عنه. هلا انا بالسوفت وير هون ما عندي غير بيرمنت، بس بدك تخيل معي انه هيدا السن هو ديسيديوس كانن وهذا السن هو ديسيديوس كانن. اوكي يعني الابر كانن ديسيديوس واللور كانن ديسيديوس. عم بيقول لك هون كروس بايتس ممكن تصير بين شو from premature contact between the deciduous canines. لما بيصير في عندي premature contact with the deciduous شو حيصير في عندي؟ رح يصير في عندي a resultant lateral mandibular displacement، لأن حيصير في عندي unilateral cross bite. لأ اشرحها، رح يروح المانديبل lateral قوي. اشرحها السوفتوير. طيب تخيل عندي هيدا انا الكينين هون. اوكي تخيل هيدا المانديبل. طيب هيدا المانديبل اذا بده يسكر كيف بده يسكر؟ هيك في عندي بريماتشور كونتاكت. شو بيضطر يعمل ساعتها هيدا عشان يتغلب على البريماتشور كونتاكت؟ عم بحكي هون بالديسيديوس دنتيشن. شو بيضطر يعمل الماندبل؟ بيضطر يتخلص من هيدي الكونتاكت. بده يحاول يروح اكسكيرجن. اوكي بيحاول يروح على عميلي. اوكي فهلا انا هون اكيد شويه زدت الاكسكيرجن يعني. اوكي هالميلي صار في عندي هون كروس بايت، الميلي الثانيه ما عندي. اوكي انا هون بس شوي زدت، انا عم بشرح بس شو الفكره. قلت لك السوفت وير ما قادر يعني ما قادر اتحكم فيه بالشكل المناسب، بس انه هيدا البريماتشور كونتاكت حيعمل لي هيك. هلا بقول لك شو الحل. بقول لك الحل شو تعمل؟ هيدا تعمل جرايندنج للكاست تيب، يعني
تيجي على الكاسب تيب شوية تعمل له جرايندينج. أنا 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 بدل ما أعمل الجرايندينج للكاسب تيب لح أعمل له شوية انتروجن للسن، كأنه عملت يعني كأنه عملت جرايندينج للكاسب تيب. أجي هيدا السن اللي هون لح طلعه شوي كأنه عملت جرايندينج يعني لهيدا عم نشوف رجع سكر عادي. اوكي يعني كأنه لما عملت جرايندينج للكاست تيب خلصت هيدي اليونيلاترال ديسبيسمنت. عم اقول لك هاي الشغلات هون ذيس مي بي تريتد هيدا كروس بايتس هون مي بي تريتد باي جرايندينج ذا كاناين تيبس جاست ذا انامل. اكيد يعني ما نفوت على الدنتين تو اليمينيت ذا بريماتشور كونتاكت لحتى شيل البريماتشور كونتاكت. وهيدي المحاضره الكروس بايت فينيشد. يعني هيدا هون الريموفابل ابلاينس سكرو شفناه، هيدا الكوفن سبرينج، الكواد هيليكس اكتيفيشنز، الترانسبرنت الارش، الهايركس رابيد ماكسيري اكسباندر، هيدا ايزاكسون ار ام اي، هيدا الهاس ار ام اي، وهيدا اكيد الماربي.